يا مساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة. النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا إن شاء الله. حلقتنا النهاردة تنال إعجاب حضراتكم وإن شاء الله نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. قبل ما نتكلم في تفاصيل حلقتنا النهاردة خليني أرحب بزمايلي اللي موجودين معايا في الحلقة. رند، ازيك يا رند؟ أنا كتير منيحة. ازيك أنتي؟ منيحة. ازيك؟ أحلى ناس في العالم. ازيك أنتي؟ أحلى ناس في العالم. وازيكم أنتوا؟ أحلى ناس في العالم. وزي ما أنا وعدتكم قبل كده أنا بقيت يعني متقمص دور المصلح الاجتماعي في البرنامج ده. صح. عارف تعملي ولا إيه؟ فانا مستغرب الحقيقه من موضوع فقره النهارده ومش فاهم يعني ايه في امهات بتتسمى باد مامي. بس لما عرفت الموضوع بدات افهم شويه. الحكايه ببساطه ان في امهات شايفه ان من حقها تعيش حياتها بعد يعني بعد ما تخلف ولادها وتسافر وتخرج وتاكل وتشرب او تعمل اي حاجه، مش شرط خالص يبقى ولادها يكونوا معاها ولا اي حاجه. عشان كده عشان الناس كده تفهم، تستقل بنفسها وتقعد مع نفسها من غير عيال. عشان كده مسمين نفسهم الباد مامي. وفي المقابل طبعا في الجود مامي، و لما ما تقدرش تتحرك من غير ولادها ولا تخرج ولا تسافر ولا تاكل من غيرهم ولا تروح مكان وهم مش موافقين عليه. صح يا راندو؟ ازيك الاول؟ انا فيري باد مام. اول شيء مساء الهلو عليكم وتحياتي اكيد لكل مشاهدينا. يعني لا انا اذا بدهم يسموا الام اللي بدها تدير بالها على حالها وتاخذ وقتها الخاص لإلها عشان تقدر تعطي اولادها ويكونوا اولادها سعداء اكثر يسموها باد مام، يبقى انا باد مام وبشده. انت جود مام ولا باد مام؟ قصيده خوف زي ما بيقولوا. اقول لك على حاجه، انا لا وجهه نظر. انت ممكن ما شاء الله يعني احنا اولادنا خلاص كبروا في السن اللي خلاص ليه يتسابوا يقعدوا لوحدهم وممكن يعملوا اكل لوحدهم وانت تبقى مطمنه، لكن احنا بنتكلم في السن الصغير يا عمرو، السن بتاع سنه تاني سنتين وثلاث سنين واربع سنين. فعلا يا جماعه السن ده ما بيتسابش لوحده، حتى لو مع والدتك حتى لو مع حماتك السن ده ما بيتسابش، لان ما فيش حد بتاخد بالها من ولادها في السن الصغير ده غير الام. الام بس. انا معاكي بحته ان هم بحاجتنا اكيد بعمر معين، بس بنفس الوقت في اشياء تعمليها زي نظام او سيستم معين تعمليه للاولاد. يعني انا بتذكر انه بنتي لما كانت 3 اشهر، بناتي التنتين كانوا يناموا بالتخت لوحديهم. بنفس الوقت انا كان عندي وقت اخرج واجي واعمل اصحابي، كنت بشتغل، فكان في وقت للاكل وقت للنوم وقت للحمام وقت للعب وقت للكنكنه. فانا كنت حاسه انه انا قادره اعطي كل شيء. بس خذي بالك ده برضو يا عمرو بالتنظيم من الام. يعني في ام مثلا انت ممكن تستغلي الوقت اللي هم بيناموا فيه بدري فتنزلي تخرجوا، فهم هنا ما يحسوش ان انت سبتيهم، او ممكن ما يحسوش بفقدانك ان انت سبتيهم وقت هم محتاجينك فيه. لكن في امهات ثانيه بقى ايه، ما عندهاش يعني التنظيم ده مش موجود، التوازن ده. بس انا حاسس ان انت باد مامي وانت جود مامي، صح؟ يعني شكلها هي عاطفية. مش هنسمى بقى احنا المسميات دي، انا عاطفية جدا. لا لا انا براود يا اختي، باد مامي وبراود. انت بقى جود مامي ولا جود؟ انا جود مامي برضو. فاكر برضو كان في حلقة كده قلت لك انت ايه؟ مش هم ليه مصممين ان انا في امومة جوايا؟ طب بلا عشان جد، لما ان شاء الله هيك اذا تجوزت وصار عندك اولاد شو بتشوف حالك؟ هل انت مع الاشخاص اللي رح تدير بالك على حالك عشان تقدر تعطيهم، ولا رح تضلك ملزق باولادك؟ لا هبقى ملزق للاسف، انا شخص ملزق في العموم، فاعتقد ان انا هلزق في ولادي. احنا بنسوق لعمرو يا جماعة في البرنامج ده عشان يتجوز اب جميل جدا وهيبقى جود بابا بقى، صح كده؟ انا هبقى جود بابي. يعني صراحه شوفي والله العظيم الست لما تدير بالها على حالها وتقدر تاخذ وقت لها تروح تعمل مانيكير باديكير شعرها كل شيء، بترجع اصلا مشتاقه لاولادها وفرش. يعني حتى هم وصغار، اسمعي هم بتعبوا هم وصغار اكثر من هم كبار. صح. الحليب والبامبرز وودي وجيبي وعن نادي ودرسي عن جد بتعب. مش عايزه افتكرها. صعبه. الساعة 8 انا مش هن الله نام وبتصير تعصبي عليهم بدك اياهم يناموا. لا انا هلا بالعكس مبسوطه سعيده، حتى اولادي سعداء لانه كمان رح يجي وقتهم رح ينفصلوا عنا، رح يكون عندهم حياتهم، بالاخر احنا رح نصفي قاعدين ايدي على خدي وعديت. صح. انا برضو انا مع رند في الحته دي صراحه، لانه الست اللي بتكون مركزه 24 ساعه في بيتها ولجوزها وللاكل والشرب والتغيير والبامبرز والعيال ومشاكلهم وخناقاتهم والحاجات دي، الست دي تتشحن شحن مش طبيعي. وبعدين الشحن ده هتوديه فين؟ ما هي طول الوقت معاهم. يعني حتى مش هتروح مثلا تلعب بوكس، تروح تلعب رياضه عشان تغير وتخرج الطاقه دي، فهي هتخرجها فيهم. فللاسف هي بتبقى لازم تفصل. بتبقى دايره مغلقه. فانتوا لازم يبقى في وقت ليكوا وقت لعيالكوا، مش بقول انتوا تسيبوهم مع ناس ثانيه حتى تربيهم. وقت لهم ككابل كزوجين مع بعض. بالظبط. طبعا يعني لازم جدا. اذا انا 24 ساعه مع اولادي و24 ساعه بالمطبخ وبعمل وبسوي او بشغل، التوازن زي ما انت قلتي ممكن ينيموهم بدري شويه، ممكن هي فعلا تشوف حالها. انا ساعات بروح كافير واروح مثلا اعمل ضوافري مش عارفه، الفتره بتاعت الصبح لما نيلي بتبقى في المدرسه انا بقى استغل كل
مشغول الاوقات دي وانزل بقى اعمل اللي انا عايزاه، اشتري حاجه، اعمل كل ترجع الكلام. هي مبسوطه من المدرسه وعندي طاقه حلوه. ما هي هي وهي كمان رح تاخذ طاقه حلوه منك بالنهايه. يعني بغض النظر انا بقول مشاهدينا ما في ام كويسه وام مش كويسه، واللي بدير بالها على حالها اكيد ام كويسه، واللي بتهمل بحالها برضه ام كويسه، بس لا خدي نصايح دللي حالك عشان تقدري تعطي. انا هاي النهايه جود باد، فقد الشيء لا يعطيه. صح 100%. دي كلمه مقوله 100%. طيب شو رايكم نطلع بس عارفه ساعات في حاجات ثانيه محتاجين نطلع من الموضوع ده. بس في على فكره في موضوع فقد الشيء لا يعطيه ده في استثناء واحد بس. في ناس بيبقى بجد ما خدتش حنان ابدا في حياتها، بس اكتر ناس حنينه ممكن تلاقوها في حياتكم. طبعا دي الاستثناء الوحيد بالنسبه لي في المقوله دي. طيب خليني احكي لكم يا جماعه، عندك اسفركم يلا على وين؟ على بريطانيا. في مقهى ببريطانيا اسمه تشاي، اوكي؟ هذا عمل شيء جد تشاي، يعني شاي، يعني تشاي سي اتش اي اي، يعني لازم عمر يترجم لي اردني يترجم لي بريطاني ومصري كل وكل اللغات. انا دائما بدور انيسه بيت تمت الترجمه. طيب عن جد اوكي، في عن جد هذا الكوفي شوب عمل شيء كثير حلو، انه مثلا لو انت بتروحي بتطلبي اللي عايزه تشربي شاي قهوه كابتشينو، اللي عايزه تشربي بتطلبي انه لو سمحت انا عايز كده، بحاسبك على المشروب 5 باوند او 5 جنيه استرليني. اذا بتيجي بتحكي له مرحبا لو سمحت انا حابه اطلب هاي القهوه، بحاسبك قد ايه؟ ثلاثة. أوكي. بس إذا بتحكي مساء الخير أو صباح الخير، بليز أنا حابة أني أنا أشرب هذا المشروب بطريقة مؤدبة، أحسن قد بتدفع 2 جنيه. يعني هو بقى اللي بيسموه بقى الأدب فضلوه عن العلم. بالزبط. أنا هخش أقول زي حضرتك عامل إيه؟ زي عيالك؟ مجانا فور فري فور فري. بعد كده هيروح مديني المشاريف كلها ببلاش. خلينا نشوف عن جد. هنروح نشوف؟ عشان نتعلم عشان كيف ناخذ فور فري. يلا خلينا نشوف هذا الفيديو. خلاص انا عرفت وانا رايح انجلترا اروح عند خان شاي ده، اروح اخد شاي ببلاش. ايش مره قلتي لنا قبل الفاصل كان في واحد عمال ياكل جامد، قلت بقول لراند في واحنا بنتفرج على التقرير، قلت له ده تلاقيه بس ايده قبل يعمل حاجه، ده خد بس ايده على طول. المهم ببلاش وما يدفعش فلوس قوي. الادب الادب يا جماعه. عمر لو سمحت شو رايك تطلعنا فاصل؟ ماشي اوكي يلا. شفتي الحلاوه؟ والله العظيم لو يتعاملوا معايا كده ياخدوا عنيا، مش بس فاصل انا اسيب لهم برنامج يبقى لوحدهم. خلينا نبدا دلوقتي فقراتنا عشان معانا فقرات كتير حلوة النهاردة. أول حاجة هنشوفها هي حكاية الباد ماميز والجود ماميز بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، والنهاردة موضوعنا مختلف شوية لأننا نتكلم عن أنواع الماميز. يعني إيه الكلام ده؟ هنعرف في الحلقة دي. هنلاقي نوع شايف أنه لازم يخلي حياته كلها لأطفاله وما يخرجش من غيرهم أبداً، ولو خرجوا يروحوا الأماكن اللي بيحبها الأطفال، وماشيين كمان بمبدأ سعادتي بسعادة أولادي. أما النوع التاني بقى فهو الباد مامي، إن لو أقول عكس تماماً، وأنه هو شايف أنه هو لازم أخرج لوحدي، أسافر لوحدي، أخرج مع أصحابي، أعيش حياتي عشان ده اللي هيخليني مبسوطة، فهقدر أبسطهم وأسعدهم وأديلهم أكتر. صح يا رند؟ صح، ونص وثلث أرباع. موافقة يعني. دي الباد مامي طلعت على طول. يعني عشان هيك صراحة هيك ظهر، خلينا نحكي مصطلح جديد على السوشيال ميديا وعلينا إحنا كمجتمعات، اللي هو جود مام وباد مام. هلا بالعادة بنلاقي مثلا طرفين عكس بعض، بيكونوا ممكن أصحاب، ممكن بيشتغلوا مع بعض، قرايب، بس الأغرب في حلقتنا اليوم أنهم يكونوا إخوات، إخواتي إخواتي، وعن جد عندهم فكر مختلف تماما. ضيوفي بالاستوديو هديل محمد إبراهيم وهيدي محمد إبراهيم بأسمائهم الثلاثية. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا في هو وهنا. منورين الدنيا. في البدايه كده عايز اعرف مين فيكم الباد مامي؟ انا. انت الباد مامي؟ انا ام براود اوف زوجتك. وانا اكيد الجود مامي. طيب احنا الاثنين هنقعد مع بعضينا كده، هما الاثنين مع بعضيهم في فريقين دلوقتي انقسمنا. يعني صراحه انا من وجهه نظري
ومن وجهة نظري رح أحكي باسمك هالمرة. أيوه كمان يا هايدي، أنه الأم لازم تاخد عشان تقدر تعطي، لازم تدلع نفسها عشان تعرف تدلع ولدها ولا مش كده يا مزبوط هايدي؟ مزبوط جدا كمان. طيب يلا احكي لي ليش أختك بتحكي عنك باد مام؟ علشان انا بحب يبقى ليا الوقت بتاعي لوحدي، بحب ان انا بالظبط كده ماي اون تايم، ان انا لازم اخرج افصل دماغي شويه من الضغوط بتاعه الحياه وبتاعه انا عندي بنت واحده بس هي برضو بيبقى الموضوع فيه ضغط شويه طبعا. فانت موبايل لما بيبقى في الشاحن وسبتيه في الشاحن هينفجر، لازم الشاحن يخلص وبعدين تبتدي تشحني تاني بالزبط. وده هيرجع عليها هي احسن، مش نتعصب كتير، مش نبقى مبسوطين ومرتاحين. انا بعدلك هي زي مش مرتاحه خالص، بصي ماسكه ايديها في ايد بعض. انت بتقولي ادخلي فيها، ادخلي فيها هديل. اخرج وافصل وكل حاجه بس معاهم، يعني انا بقى عكسها، انا بحب اخرج وافصل بس اروح زي ما هو يعني قال في الاول انه اروح اماكن فيها كيدز اريا بيحبوها او حاجه فيها هم هيبقى فيه حاجه بيعملوها بيلعبوا رح يطلع من الكيدز اريا مامي أيوة انا عاوز احساسي ان انا في حته من غيرهم انا ما اقدرش ما اعرفش اعمل. طب هو ده اللي كنت عايز اساله لك، هل انت مثلا متعلقه جدا بولادك لدرجه ان انت ما ينفعش تخرجي من غيرهم اصلا؟ ما بتحصلش عمرها ما حصلت؟ حاولت ما بعرفش، ما بتبسطش، ما بتعرفش تقعد لوحدها. يعني شايف ان ده صح؟ غلط جدا. ليه بقى؟ اقول غلط علشان كده اقول لها غلط نفسيا، لا يعني هي مثلا بتتعصب في حاجات انا ببقى شايفه انت مش مفروض انك تتعصبي عليها. ده من ان انت ما بتفصليش، انت محتاجه ان انت لا تعرفي تفصلي عشان حتى الضغط ده اكيد انا هتعصب بس يعني ما كلنا بنتعصب. لا مش بنفس الدرجه انك 24 ساعه ما بتفصليش، ده مش طبيعي. ما هو ده هيخليكي تتعصبي على بفصل معاهم مش من غيرهم، هم معاهم ده مش فصلان، ده مش فصلان. انا مبسوطه بيهم برضو، انا مبسوطه معاهم. قد ايه اعمار اولادك؟ احمد عنده 11 سنه، مليكه 7 سنين. طيب وبنتي؟ انا عندي تاليا 6 سنين. يي انا تاليا كمان. انا خلاص كده هم اتصاحبوا خلاص كده من اول لحظه. طيب ما هي يعني انت لسه اولادك اكبر انه رح يصير لهم حياتهم الاجتماعيه اصلا. يعني ده بيقلقني. بيقلقك؟ انت اللي عندك سيبريشن انكزايتي بقى، مش لولاد. ده بيقلقني. سيبريشن انكزايتي يعني اللي هو القلق من البعد عن الاحباب او الانفصال عن الاحباب. يعني هو المفروض العكس تماما. انا ما بصدق بناتي يقولوا لي احمد اوريدي ابتدى يبقى ليه انه عايز يخرج مع اصحابه فبوديه لو هنروح نادي قابل صحابه، بس معظم الخروج بالماميز. لا وساعات انا مش بعرف، يعني انا ساعات بيبقى وقت عندي شغل او اخته تعبانه او يعني في حاجه انا مش عارف ابقى معاهم، لا ببقى قاعده قلقانه وافضل اكلمه. انا فاهم شعورك جدا واعتقد ان انا هبقى زيك، لان انا ابويا كان دايما يقول لي انت كنت مديله المفاتيح بتاعتي، يعني انت محطوط في مديله المفاتيح. انزل اجيب من تحت حاجه انت معايا، اطلع اجيب مش عارف ايه. اعتقد ان انا هقلد ابويا لما اكبر، هبقى كده برضو. هاخد عيالي في كل حته معايا وانا رايح الشغل وانا رايح كل انا كنت ميداليه ابوي مثلا. وهذا الشيء علمني واثر كثير بشخصيتي، صرت اعرف اتعامل، اروح اعمل معاملات، اشتري لحمه، اشتري دجاج، اشتري كله. هذا شيء جدا جميل. بس كمان اولادكم ليسوا لكم، اولادكم اولاد الحياه، هم بيجوا من خلالك بس انت ما بتملكيهم. تمام. رح يجي وقت انت رح تزعلي، هتبقى لوحدها. انا ساعات ببقى حامله هم ده وبفكر فيه، بس انا شايفه انه او هي زي ما قلت حضرتك هي طبيعه شخصيات. انا شايفه انه انا ببقى مبسوطه كده، يعني مبسوطه وانا معاهم. يعني انا حتى ما بحاول اعمل حاجه من غيرهم انا مش ببقى 100% مبسوطه. طب مش عارفه ابقى يعني مش عارفه اعملها عليها تخرج اساسا يعني تعيب اقول انا هقعد والله برجع. لا انا عايزه ارجع. بترجع والله بترجع فعلا كذا مره تخرج وترجع لي تاني. لا مش بس انت تيبيكال مصريه او يعني ام مصريه اصيله جدا. طب انا عايز اعرف بقى انتوا الاثنين يعني اخوات، فهل ماما شبه مين فيكو؟ لا شبهي اقرب لهايت. شبهي لسه كنت مين كده؟ جدتي. جبتين جدتك؟ جدتك كانت من النوع ده. انت ايه رايك طيب في الموضوع ده؟ لا شبهي لان انا جدتي بصراحه هي كانت مرتبطه قوي باولادها، بابايا وعمامي خالص، فهي الحياه يعني. طب انت بتشتغلي؟ طب فين وقتك فعلا لنفسك؟ معاهم. انا شايفه ان الشغل اصلا ده وقتها لنفسها، مع اني بحاول اقنعها ان الشغل ده انت شغل، انت دماغك شغاله، انت بعمل حاجه، فانا ببقى ساتسفايد ومبسوطه جدا. ماجستير، فانا برضو ده وقت ليا بس انا مبسوطه انه بس انا تروحي بتعملي مانيكير باديكير شعرك. باخد مليكه معايا واخد احمد يروح يعمل معايا او والله احمد
لا يروح بقى يعمل هير كات بتاعته بتاع بيبقى في مكان جنبه. اكيد الاسبا ده بيكرهك لو انت بتروحي تعملي مانيكير ومعاكي البيبي اكيد بيكرهك. اه بالظبط. بصي يعني الحمد لله يعني مليكه مصاحباهم. انا صحابي صحاب مليكه. طب انت مش بتبقي قاعده قلقانه وانت بتعملي الحاجه خايفه بتتحرك مليكه هتروح؟ لا ما هي قاعده على الكرسي جنبي بنعمل مع بعض. قاعده على الكرسي مليكه مش بتقعد مكانها. بصي هي بتبرر كل حاجه عاجبني. ايوه هي مصاحبه صحابي بجد. انت لانه انت يمكن هاي راحتك اللي انا مو قادره افهمها ومش حاجه. اه انا كده انا بس مفتاحه كده. طب بدي اسال سؤال. هلا تاليا اكيد تعودت انه ماما لها هير اون تايم وقتها الخاص فيها. بالزبط. وهي بنفس الوقت رح يصير وقتها الخاص فيها رح تقول لك ماما اتس ماي تايم مع اصحابي دلوقتي. أوكي. ابعدي عني. ايش بتحسوا في اختلاف؟ اوكي حكينا الاطفال وحتى احنا ككبار شخصياتنا بتختلف عن بعض. هل بتحسي انه مثلا كون بدي اياكي انت تجاوبي هذا السؤال وانت تجاوبي على السؤال. أوكي. هل بتحسي انه مثلا كون هايدي عندها الباد مام زيي خلينا نقول، هل بتحسي انه هذا اثر سلبا ام ايجابا على تاليا؟ سلبا او ايجابا دي ما اقدرش احكم عليها لان هم الثلاثه اوريدي شخصياتهم مختلفه. Is she a happy kid؟ هي هي طفله سعيده. happy. وبعدين هي الوقت اللي هايدي بتبقى مش موجوده فيه او بتخرج هي دايما من وهي بيبي معايا. اوكي. فهي لا بالعكس بحس ان هي مبسوطه ان هي مع احمد ومليكه بيلعبوا. وجربتي تحطي احمد ومليكه عند هايدي؟ اه وبنتخانق وبرجع من الخروجه متخانقه مع احمد في مره. طب انا هقول لك على حاجه. طب هل ولادك مبسوطين بالترابط الشديد ده ولا مخنوقين؟ مليكة لحد دلوقتي احمد ابتدى يتخانق. ابتدى يتخانق. مش بس الموضوع صعب قوي. لا انا بالنسبه لي مثلا احنا بنطلع في المصيف تمام، ففي يوم هي ما كانتش عارفه تاخد اجازه من الشغل، قلت لها خلاص هاتي مليكة معايا انا هروح هسبقك بيومين وانت بقي تعالي بعد اليومين. اليومين دول مليكة بتنام بالتليفون، هدي لازم تبقى معاها على التليفون عشان تنام. انا نايمه جنبي وفي حضني وتعالي حبيبتي خلاص انا مامي. لا ما فيش، مش هنام من غير مامي. هو الاسوء ان انا ما كنتش عارفه انام. انا اصلا اللي مش عارفه انام اصلا اساسا بقى. ايوه يعني انا اصلا ما بعرفش انام. ماما مش صحيني الفجر هي نامت. اه يا حبيبتي. أيوة والله واصحى الساعه 7 الصبح اكلمها واكلم باباي. يعني حاسه في شيء ناقصك؟ لا لا ما بعرفش اقعد. يعني بصي هو انا وباباهم احنا منفصلين، فبيبقى في قوي ايام بيروحوا يوم او يومين يباتوا، انا ببقى مش عارفه اقعد. يعني هي تقولي انزلي خروجي. يبقى انا هلا عرفت انت عم بتحاولي تعوضي. انا هذا التحليل النفسي بتعرفي هسه دكتوره نفسيه. بالعكس هو باباهم بيحبهم جدا، بس عم بتحاولي تعوضي الوقت اللي ما بيكونوا حواليكي فيه، فذات واي انت عم بتحطيهم جنبك كل الوقت. ممكن بس ده مؤخرا برضه، هو البيات ده مؤخرا مثلا. أوكي. ويوم معاهم يومين، لكن قبل كده كانوا معايا. انا اتعودت يعني انا ما اعرفش انام والباب مقفول واحمد ومليكه احنا مع بعض خارجين احنا مع بعض. انا بجد الشخص ده يعني ده سيبريشن من انكزايتي على اصوله. وانا عارفه لو نزلت ليك حاجه من جنب البيت بتاخدها معاك. يعني انت عشر دقايق وهترجعي ولا بنبسط؟ لا مليكه شويه. اوكي. احمد عشان بحسه احمد برضو لحد من يعني سنه ونص ولا حاجه، بعد كده بقى من اصحابه والمدرسه وبقى عنده جروب، لا بقى بجد يتخنق مني. يعني لو مامي ما تكلمنيش كل شويه. أيه. اجي انزله مثلا اوصله المدرسه باي باي حبيبي اديني بوس مامي انا كبرت. في ايه يا احمد؟ ايه هو انا اهلي ما كانوش بيعملوا معايا كده ليه؟ دلوقتي محتاج اكلم اهلي دلوقتي في الشاشه. وانتوا ليه ما كنتوش بتصلوا عليا؟ انا كنت طفل متشرد جدا ومحدش بيكلمني ولا حد بيعبرني. هلا راجل متشرد جدا والله بقعد باليومين ثلاثه عادي محدش بيعبرني مفيش مشكله. طب انت انا عايز اسالك انت سؤال. هل انت شايفه ان ده صح اللي هي بتعمله؟ وهل انت شايفه ان اولادها مخنوقين منها؟ وهل اولادك انت متعلقين بيكي؟ انا مش شايفه ان ده صح طبعا. للنفسيه يعني اقل حاجه هتكلم فيها نفسيا. نفسيتها هي اولا. نفسيتها هي طبعا. ما هو انا وهي بنحب، يعني انا بحب بنتي وهي بتحب اولادها جدا. مش هقول ان حد فينا بيحب التاني اكتر طبعاً. بس احنا امهات في الاخر. صح صح. بس انت لازم يبقى ليكي الوقت بتاعك نفسيا. انت هتتضري وهتضغطي وهيأثر عليكي انت في حاجات ممكن ما تبقيش واخده بالك منها. هيأثر عليهم هم كمان وعليهم. بالظبط. يعني انا مثلا بخرج او لو سافرت ولا حصل ان انا مش قاعده معاها بقالي يوم، برجع حبها اكتر من الاول. انا كمان. ووحشاني ودلعها وكل حاجه، ولو حاجه غلط حصلت في المعقول مش بعديها، بعرف اتعامل معاها بهدوء من غير ما الواحد يبقى متعصب. طب بدي اسالك سؤال، بيناموا عندك في الغرفه؟ ساعات ساعات. وانت تاليا ساعات؟ تاليا بتعمل لك في الغرفه؟ تاليا من وهي الثلاث شهور بتنام في الهرم. لا هي من وهي بيبي. هي من وهي يعني بيبي بتعملها معامله انها حد يعني حد كبير. انا بيبي كبير. انا ما اعرفش صح ليهم مش عارفه يتعاملوا على فكره والله. صدقيني انا هلا بناتي كبروا. اوكي واحده صارت 13 14. زمان كنت انه 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 يعني حلوا عني انه عن جد انا خلص ابعدوا عني. هلا بترجعهم مرات يجي يحضنوني بقول
انا اي نيد، انا بدي هذا الحنان منكم. اف ماما خلاص صراحه قد ايه بتضايق بس بنبسط لانه الدنيا صعبه. وبنفس الوقت هم رح يروحوا رح يدرسوا برا ورح يعرفوا يعملوا كل شيء لحالهم، ما رح يقولوا مامي عملت ذا زاي. اوكي فاين بصير معهم مشكله بلجؤوا لك، بس انت رح تتعبي مش هم، لانه هم رح يصيروا يقول لك حلي عني حلي عني. انا ابتديت احس بدمع احمد لانه احمد هم الاثنين ليهم يعني شخصيتهم، بس يمكن مليكه لسه ما بانش قوي، لكن احمد ابتدى كده ابتدى لا يعني اظن البويز غير عن الجيرلز كمان. الولاد غير عن البنات. طب هايدي انا عايز اسالك سؤال ورد عليا بصراحه جدا جدا. لان في امهات كتير جدا بتعاني من اللي هو تانيب الضمير. دايما لما اكون مع اصدقائي البنات اللي لسه مخلفين جديد او كده بيبقى عندهم تانيب ضمير طول الوقت، هم قاعدين مش عارفين ينبسطوا باللحظه عشان هم سايبين ولادهم وعشان هم شايفين برضو ان ده صح. فكلميني عن تانيب الضمير كباد مامي. انا ما عنديش ضمير. رندا اوريدي قتلته. عندي ضمير بس مش بيأنبني. اصلا انا مش سايباها في الشارع. يعني انا سايباها مع حد انا مستأمنه، بس انا عايز اللي جوه جوه يعني. والله ما بيأنبني من جوه خالص، مش شمخ جواني. اصلا انا بخرج معاها وبخرجها ولا مره حسيتي كده بتأنيب؟ انا لا انا كده مهمله قوي ولا مره. نيفر. معقوله انت موتاه؟ مموتة قلبك خالص. انا بحس ان هي شخصيتها جامده. شخصيتي يعني انا ساعات يعني بنختلف في القصه دي. بحس ان هي شخصيتها، هي شايفه انه ده بتتعامل صح مع تاليا. انا في حاجات ما بقدر لا. بس هو التربيه الحديثه صراحه هي متبعه النظام اللي هو العالمي الجديد في التربيه، ان الشخص لازم يبقى هي بتعمل ليه كده، لان برضه نفهم الناس هي مش مجرد قساوه قلب. هي الفكره ان الشخص لازم يتعامل من وهو صغير على انه شخص منفرد في المجتمع وليه راي ليه دور، لازم ناخد رايه حتى من هو بيبي. حابب تشرب ده ولا تشرب ده، حابب تاكل ده ولا تاكلش ده، مش بس هيك تلبس كمان. ده الحاجات من البدايه لما نرسخ ده بيطلع شخص معتمد على نفسه، مش كوديبندنت او شخص بيعتمد على بالضبط. وغير هيك كمان مش انه كونك ام يا هدول، انا معناها انه انت بطلتي هديل، انت لساتك هديل بالضبط. وديري بالك على هديل الصغيره وهديل عشان تقدري تديري بالك عليهم. بس الاكثر احمد ومليكة. يعني انا قررت بجد ميه هي ميه بجد. انت الباسبور المصري يعني بتاعك. انا حياتي مسؤوليه. كيانك فين؟ طب اقول لك موجود. طب ما انا في شغلي الحمد لله. لا يعني انا مش من الناس مثلا اللي باثر في اي حاجه ثانيه. انا واخده بالي من ده والحمد لله يعني كويسه فيه. ده ارهاق بقى. ده حقيقي. لان انا باجي خلاص اخر اليوم ببقى فصلت، لان انا من الصبح شغل ولو تمارين ومدارس. و انا بتعرفي شو رح هيك اهديكي فاوتشر وكنت رح تعملي مساج بدون مليكة واحمد عشان الله يدير بالك على حالك. بالضبط. وانت حاولي بالعكس تشجعيها. يعني انا بصف هايدي ممكن بس قادر افهمك كأم. بس صدقيني انت احلى ام بالعالم، بس هم بنفس الوقت لهم حياتهم رح يتركونا بالاخر جد للاسف. هيك حال الحياه، زي ما بيقولوا البطن بستان. بتعرفوا هذا المثل؟ لا. انا بطن الام زي بستان الورد، يعني ممكن يطلع كذا ورده بس كل وحده مختلفه عن الثانيه ريحتها مختلفه. انتوا بالضبط هيك عملتوا هايدي وهديل. عن جد كثير كانت مناظره لذيذه وهيك دمها خفيف زيكم صراحه. كان معنا مثالين حقيقي من الام المصريه الكلاسيكيه اللي هي هدير، وكمان الام المصريه المعاصره اللي هي هايدي. صح ولا ايه؟ بلاش بقى باد وجود مامي. صح كده. جود مامي بس الفكره انه بالمصطلحات الجديده دي. بس التوصيف الحقيقي اللي انا كنت بقوله ده بجد نورتوني النهارده جدا جدا. كانت مناظرة خطيرة عن جد. كثير انبسطنا بوجودكم واكيد رح نشوفكم كمان مره. والله اعملوا سوشيال ميديا اكاونت، خناقاتكم حطوا لنا اياها نشوفها لايف يعني. اهلا وسهلا فيكم. الله يخلي لكم اكيد اولادكم، ونتمنى لكم السعاده لقلوبكم ولاولادكم اكيد دائما وابدا. يعني شو بدك تطلعينا فاصل؟ انت تطلعيني فاصل. طيب يلا بعد الفاصل اكيد رح نحكي عن مؤسسه جديده بتشتغل في علاج الاطفال من الامراض النادره. استنونا. رجعنا لكم ومكملين معاكم في هو وهن. وهلأ رح نحكي عن واحدة من أهم المؤسسات واللي بتعتبر الأولى من نوعها واللي تم إطلاقها من فترة مش كتير بعيدة، بتهتم بعلاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة. عايزة أقول لكم أن المؤسسة دي بتعتبر طوق نجاة لعدد كبير جدا من الأسر اللي أطفالهم كانوا بيعانوا من بعض الأمراض النادرة، الأمراض اللي منتشرة واللي بنشوفها منتشر على السوشيال ميديا زي ضمور العضلات وغيرها كتير جدا من الأمراض. عشان كده النهارده منورنا من داخل الاستوديو استاذه
غادة المنيب مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فرصة حياة. أهلا بيكي ومنورونا. أهلا بيكم. أهلا وسهلا فيكي، كيف حالك؟ الحمد لله، شرفتينا ونورتينا في هو وهن بالطريقة الأردنية كمان حكيت لك إياها بكل الطرق. بالضبط، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية وقبل ما نحكي أكيد عن المؤسسة، حابة أعرف مين هي غادة، مين هي غادة المنيب؟ أنا أم لثلاث أطفال. الله يخليك. اشتغلت، أنا خريجة أكتشي ماس كوم إعلام، وبعدين اشتغلت شوية في الميديا، وبعدين عندي ماي أون بزنس. وابتدى موضوع المؤسسة أو الأمراض النادرة ده السنة اللي فاتت مع طفل رشيد. مع طفل رشيد، شو السبب؟ يعني احكي لنا إيش اللي كان الدافع عندك إنك أنت تعملي هالمؤسسة؟ بصي، أنا شفت البوست بتاع ماما رشيد على السوشيال ميديا، يمكن زي كل الناس. وبعدين أنا قعدت أفكر إن أنا عندي توأم بنتين، عندهم 5 سنين دلوقتي، واحدة فيهم وهي سنة وشهرين كانت تعبت، جالها فيروس. طبعا لفيت على دكاترة كتير وتحاليل، وبعدين طب ما هنعالجها هنا هنعالجها بره، بس الحمد لله هي اتعالجت هنا. فأنا لما فكرت هي ماما رشيد هتعمل إيه، لإني علاج رشيد من أغلى العلاجات في العالم. مش في مصر بس، يعني مين العيلة اللي تقدر على علاج المبلغ الكبير ده جدا؟ عشان حقنة ولا حقنتين؟ حقنة واحدة. كمان يعني 2 مليون دولار، ده رقم كبير على أي حد في العالم. طبعا وفي دايما الناس كمان مش اي حد بيقدر ان هو يطلب الدواء لابنه، دي حاجه يعني حتى لو جزء اتبرع مش هتلمي المبلغ الكبير اللي هو بثمن الحقنه. بالظبط. وبعدين احنا ما كناش كمان واخدين على ان نعالج بالمبالغ الكبيره دي. فالفكره، لا خلينا نقول ما كانش ظهر حقنه بالسعر ده. بصي، هي ظاهره كان بقالها كذا سنه، ولكن هي الفكره كلها ان انت تنجدي ان انت محتاجه الحقنه دي. برضو هو رقم كبير يعني. طب هي هتعمل ايه؟ يعني انا فكرت هي هتعمل ايه، فانا فكرت في فكره بسيطه، ان احنا لو 150 الف بني ادم، لو كل واحد فينا اتبرع 250 جنيه هنقدر نجمع ال 35 مليون جنيه. يعني دي فكره انت حسبتيها كده لما لقيتي بنتك تعبانه، طبعا ربنا يخليها لك، ولا انت حطيتي نفسك مكانها يعني كأم كده فعلا ليه غرقانه ومش عارفه تتعلى حتى بقى؟ فكرت لما كنت في مكانها، يعني فكرت لما كنت في مكانها، ان انا كنت بكلم الدكاتره واروح من التحليل ده للتحليل ده، وانا قدرت الحمد لله ان انا اعالج بنتي، لاني التشخيص ده على فكره مهم جدا طبعا، عشان العيال خطوه ان انت تعرفي اصلا تحطي ايدك على التشخيص. المرض نفسه ده في حد ذاته اول بدايه العلاج. بالظبط كده. وللاسف في لسه، عشان في امراض جديده او في امراض مش بتبقى منها كتير موجوده، مش متداوله يعني معرفتها، فمش كل الدكاتره بتقدر ان هي تشخصها. بتفوتي بدوامه يعني بلحظات معينه، اظني انت مرقتي بهذا الشيء فحسيتي بوالده رشيد اكثر، فقررتي انه لا بدك تساعديها. يعني الله لا يوجع اي ام، محتاجه ان احنا نساعدها بطريقه او باخرى. فكلمت ساعتها حد من صحابي، قلت له احنا عايزين نفتح حساب في البنك ونقدر ان احنا يعني كل واحد يتبرع 250 جنيه، ده مش رقم كبير يعني. فقال لي احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي كده، لان طبعا البنك المركزي هيوقف الحسابات، لان لازم تبقى اشراف تحت اشراف الدوله. مؤسسه تبقى مؤسسه، لا لازم تحت اشراف الدوله الاول، او مؤسسه يعني مؤسسه تبقى تحت رعايه الدوله، او هي عارفه انت بتعملي ايه او لا. ده كان قبل المؤسسه. يعني كان موضوع رشيد قبل ما ناسس مؤسسه فرصه حياه، زي مبادره شخصيه منك. بالظبط كده. اوكي. فتواصلنا مع وزاره التضامن، وانا بشكر دكتور نيفين دايما بصراحه لوقوفها ورا الاطفال والاهالي، لان هي ما اتاخرتش لثانيه. رشيد كان اول طفل في مصر اتفتح له حساب تحت لجمع التبرعات، تحت اسم طفل مش تحت اسم مؤسسه خيريه. وكان الكلام ده حصل على طول، يعني هما بصراحه استجابت على طول على طول. ابتدينا حمله رشيد يوم، كان يوم خميس الساعه 12 بالليل الحسابات بتاعته it was activated. في خلال 18 يوم اتجمع ال 35 مليون جنيه. جميل جدا ما شاء الله. طب في سؤال بقى كنت عايزه اساله لك، الحسبه البسيطه اللي انت عملتيها هي ممكن تكون حسبه بورقه وقلم وسهله عليك انت، لكن في ناس كتير ممكن تعترض، وفي مثلا دكتور نيفين او استاذه نيفين ممكن تيجي تقول لك طب انت الحسبه دي حسبتيها على اساس ايه ونجحتي بالفعل فيها؟ بصي، هو ربنا كان مسخر لهم الناس ان هي تساعد، يعني it went viral لوحدها.
انا عملت جروب وبعدين كلمت مامة رشيد قلت لها انا فلانة الفلانية وتواصلت مع وزارة التضامن وهم يعني موافقين ان احنا نعمل الفكرة دي ونشوف طريقة ان احنا ازاي نقدر نجمع الفلوس لرشيد. فقالت لي طيب خليني اتكلم مع بابا رشيد ياسر وهرجع ارد عليكي. وفعلا كلمتني تاني يوم الصبح وابتدينا من هنا الموضوع. هي كل حاجة بصراحة يعني بأمانة ربنا يسرها لهم. قلت لها هدى انت كنت بتدعي وأبواب السماء مفتوحة لأني هي ما كانتش حاجة ولا مرتبة ولا منظمة يعني ما كانش في ترتيب لحاجة معينة يعني هي فكرة وأنا قاعدة رب العالمين. قلنا عايزين ان احنا نساعدهم وربنا أراد ان احنا نساعدهم يا الله. والناس تعاطفت جدا لأن أنا I believe ان كل حد حط نفسه مكان مامة رشيد وبابا ان ده لو ابني انا هعمل مستحيل عشان انت ده رقم كبير اصل انت حتى لو بعتي عربيتك وبعتي بيتك وبعتي كل حاجه هتجمعي كام طبعا مش هجيب المبلغ هذا علاج يعني بصي ربنا سهلها وسخرك عشان انت تلمي المبلغ ده وتساعدي في علاج طفل زي ده. طبعا انا بحييكي وبشكرك وانت فعلا نموذج مشرف لكل السيدات اللي فعلا يعني لو حطوا نفسهم مكان اي ام بتعاني او بتجري عشان خاطر ان هي تساعد في علاج ابنها او بنتها فانت فعلا يعني شابو لك يعني عن جد كلنا فخرين جدا فيكي. بس بدك توصفي لي شعورك وشعور مامة رشيد لما قدرتي انك تجمعوا المبلغ للعلاج. بصي حسيت ساعتها كني انا اللي جمعت المبلغ بس انا برضو لازم اقول ان مش غاده بس اللي عملت كده كل الناس اللي على الجروب الناس ابتدت نفسها ان هي تطلع افكار ازاي ان احنا نبقى اسرع. في وسائل اعلام كتير واعلاميين كتير وفنانين كتير تعاونوا معانا لوحدهم بنفسهم هم من كتر الشير هم حبوا كمان ان هم يساعدوا في جمع المبلغ لرشيد. فهي كانت مش عارفه يعني مش عارفه ليها اسم جميل جدا يعني دموع الفرح اظن بتبكي والامومه جواتك طلعت عملتي. الناس الاول قالت لك لا يمكن هتجمعوا المبلغ لان طبعا انت بتجمعي مبلغ كبير لطفل واحد ولكن ربنا يعني عارفه حنن قلوب الناس على بعض. وانا شايفه اجان انا كنت متخيله دايما ان الامهات هي اللي بتاخد دايما الانيشيتيف وهتبقى متعاطفه اكتر لكن لقيت كمان الابهات واولاد في الجامعه بيعملوا ظرف وبينزلوا وبيجمعوا من نفسهم من مصروفهم الخاص ممكن كمان من مصروفهم. في ناس فتحت الحصاله وجمعت الفلوس كل الناس طلعت انيشيتيفز وافكار ان هم ازاي يقدروا يعني بدون ذكر اسماء. في شركه على البحر ان احنا كنا في شهر 6 كانت الناس ابتدت تروح تصيف جمعوا 45,000 جنيه على البحر. واو يعني كل الاطفال راحت جمعت مصروف وفلوس من اهاليها وحطوا فلوس جمعوا 45,000 جنيه. وهل هذا هو كان الدافع انك انت تعملي او تنشئي مؤسسه فرصه حياه؟ ده كان الدافع طبعا لان انا لقيت ان في كمان اطفال ثانيه وفي امراض ثانيه وفي علاجاتها غاليه جدا يعني مش كل الناس بتقدر عليها. وطبعا كل الان جي اوز الثانيه عاملين يعني مجهود رائع بس دايما احنا بنقول هعالج 1000 ولا هعالج 100 هنعالج ال1000 صح. فانا حبيت ادي لل100 دول فرصه وعشان كده انا سمينا المؤسسه فرصه حياه. فرصه حياه لان هم من حقهم ان هم ياخدوا فرصه يعني انا ما بطلبش من حد يتبرع لي يديني ال35 مليون جنيه او المليون جنيه 200 جنيه حتى لو 10 جنيه ولكن المساهمه من عدد من الافراد من الماس ده بيخلي معانا المبلغ اللي هو الكبير ان احنا نقدر نعالج بيه الاطفال. ده كان شفنا يعني رشيد كانت حاله وانتشرت بشكل كبير جدا واكيد طبعا يا رند كمان مش في مصر بس كل مكان. في كل مكان على يعني ميديا على يعني الوطن العربي فايرل. كله انتشر بشكل كبير جدا وكل الناس حقيقي يعني اتعاطفت معي. في حالات تانية كتير بس ممكن ما يكونش متسلط عليها الضوء. وصلتي للحالات دي او كم عددها مثلا؟ بصي فيه وفي احنا قدرنا في خلال السنه ونص اللي فاتت يعني يمكن في 12 عيله اتعالجوا بامراض مختلفه مش بس الناس من الامراض النادره برضو اللي انت كنت بتتكلمي عنها اللي هي في الضمور في يعني في ضمور عضلات الشوكي وفي زراعه الجهاز الهضمي يعني في طفل مصطفى كنا برضو كان محتاج زراعه جهاز هضمي كامل وسافر امريكا هو ووالدته دلوقتي متواجدين هناك. في طفل ادم كان محتاج زراعه قلب الحمد لله برضو هو دلوقتي متواجد في الهند مستني المتبرع عشان يعمل العمليه. يعني في كذا امراض تانية كمان الناس تعاطفت معاها فاظن ان احنا فتحنا احنا
باب امل للاسر دي، لان هي ما كانش عندهم. انت نظمتي حاجه كمان، في ناس كتير ما بتبقاش عارفه تحط، عارفه يعني مثلا انا بيبقى عندي نيه التبرع ورندا عندها نيه التبرع، لكن مش عارفين فعلا نوديهم فين. انت رتبتي الدنيا صح، وفعلا انت قلتي برضو كلمه مهمه جدا عشان كل الناس اللي بيبقى عندها نيه تتبرع في الحالات اللي زي دي، ان هي تبقى تحت اشراف مؤسسه والبنك المركزي. طبعا. يعني بدي اسالك اخر سؤال صراحه، هل في عندك قائمه انتظار خلينا نحكي لاطفال معينين بحاجه علاج معين؟ عندنا طبعا. بصي عندنا دلوقتي احنا هنبتدي ان شاء الله مع اطفال عندهم نيوروبلاستوما. نيوروبلاستوما ده نوع من انواع الكانسر، بس اتس اجريسيف ون. اوكي. فده برضو بيعتبر من الانواع النادره في الكانسر. بيجي للاطفال، فان شاء الله يا رب نقدر ان احنا نساعدهم. امين ان شاء الله. في طبعا برضو اطفال الضمور عضلات الشوكي، انا يعني مش هتخلى عنهم، انا بحبهم جدا، بحب كل الاطفال عامه او الناس اللي محتاجه اللي هي العلاج. فانا بدعي دايما ان احنا، انا عارفه ان مش هنقدر نعالج كل الناس، ولكن حتى لو عالجنا جزء ده في حد ذاته يعني بتفرحي اسره. اوكي. يعني ان شاء الله بجد انا بشكرك. ثانك يو. وانت من الامثله المشرفه، يعني الله يبارك لك. انا مش هقول لك اكتر من كده، ان شاء الله ربنا هيرده لك طبعا يعني اكتر حاجه عندك، فدي حاجه جميله جدا. انت شوفي الخير اللي انت بتعمليه يترد لك يا رب. بنشكر الاستاذه غاده المنيب، مؤسس ورئيس مجلس امناء مؤسسه فرصه حياه. بنشكرك جدا. شوفي انت كنت عايزه تقولي لها ايه؟ اكيد كمان مره شرفتينا بهو وهن. اما انا فهلا رح اسيبكم مع مروه عشان معها ضيف فوق العاده، مطرب صوته كثير مميز، المطرب الشاب سليم هشام. بريك ورجعين. الفقرة دي بقى كلها طرب وغنى ومزيكا، هتخلينا كده نتسلطن ونفصل عن كل المود اللي احنا ايه عايشينه ومود الحياة السريع. احنا النهاردة فقرتنا دي هتبقى جميلة جدا. عايز اقول لكم ان انا معايا موهبة جميلة جدا، وهي سليم هشام سليم. الحقيقة انا النهاردة هقدم لكم فعلا موهبة، يعني ده طفل معجزة، هو لقبه الطفل المعجزة مطرب ذا فويس كيدز لسنة 2019، وهو غنى في حفلات كتير، وطلع غنى سولو قدام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان مع الفنانة نادية مصطفى وجنات والفنان محمد ثروت في أوبريت ابن الشهيد. خلونا نرحب بضيفي وبعد كده نحكي تفاصيل كتير جدا ونسمع أحلى صوت. إزيك يا سليم؟ الحمد لله. عامل إيه حبيبي؟ الحمد لله. سليم طبعا انا عايزه اقول للناس احنا شفنا بعض ازاي. انا عايزه اقول لكم ان كان تامر حسني طبعا التحيه كبيره ليه، احنا كل الناس بتحب تامر حسني عشان هو انسان قبل ما بيكون فنان. هو عمل اعلان عشان عايز يسمع مواهب صوتها حلو. انا قابلت سليم هناك، كان يعني بيشوف صوته وراح غنى. الحقيقه سليم ابهر كل الناس اللي كانوا موجودين، والفنان تامر حسني كمان انبسط جدا بصوته. احنا طبعا مش عايزه اتكلم كتير واضيع وقت الفقره عشان انتوا هتسمعوا صوت حقيقي. سليم قبل ما نتكلم اي حاجه وقبل ما تعرف الناس بنفسك، عايزك تغني يعني اي حاجه كده على بالك لكل الناس اللي بتشوفنا. تمام ماشي. انا زعلتك في حاجه، طب هي حبيبي هي بتدار عينك ليه لما بتيجي في عينيا وحكايتك؟ بس فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، مقدرش أسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه؟ أنا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم فيه. قول لي حبيبي بصراحة ومشاعرك ليا سيبها، الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها، حاسس بمسافة لكن في حاجات حلوة ما بيننا، بدي يا حبيبي ليه ده انت حبيبي وعنيا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم ساكت يا حبيبي ليه؟
طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. ده انا اللي عايزه افهم في ايه. ايه الصوت الحلو ده؟ ربنا يخليك. شكرا. ايه الصوت الجميل ده؟ ميرسي يا حبيبي، ده انت ما شاء الله عليك، يعني انت ابهرتني بصوتك، ده انا كنت عايزه اعيط والله وانا قاعده دلوقتي. طيب خلينا نتكلم في بدايه سليم، لما انت حسيت صوتك حلو ابتديت تغني في البيت وحد حس بيك، ولا انت حاسس ان انت متميز وصوتك حلو؟ في البدايه انا كانت والدتي يعني سمعتني قبل كده وانا عندي 6 سنين، فشجعتني يعني ان انا اقدم في الاوبرا اول حاجه خالص. بعد كده بعد ما قدمت في الاوبرا قدمت في وزاره الشباب والرياضه، وكده بقى طلعت امام رئيس الجمهوريه. اللحظه اللي انت غنيت سولو، غنيت لوحدك قدام الساده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت اكيد لحظه مرعبه بالنسبه لك، لان انت اكيد صغير ومش عارف ايه اللي هيحصل، ممكن تغلط غلطه، ده بيبقى وارد. احكي لي اللحظات دي كانت عامله ازاي. هو اولا لما طلعت سولست فما كنتش متوتر، لان قبلها انا كنت طالع كورال كتير فمتدربين كذا مره، يعني كنت طالع قبلها 5 مرات يعني كورال، فالتوتر يعني اتشال. وقبل كده كمان احنا متدربين كويس جدا، في تدريب عالي جدا. انت متدرب، انت عندك نعمه من نعم ربنا، ربنا يحميك يا حبيبي. شكرا. انت يعني عندك احساس قوي. طبعا عايز اسمع منك حاجه تانية، انت ممكن تسمعني ايه؟ ممكن نقول خليجي حاجه. خليجي ممكن نقول حاجه خليجي. طيب. يلا بينا. لا سبب تزعل وتشرح بني كلام، تقلب الدنيا على راسي وتروح، لا ما كنفع عتاب ولا ملام، وين اسافر عن عذابك وين اروح، انت والدنيا يا قلبي علي، انت غير الناس عندي وكل شيء، وانت والدنيا يا قلبي علي، انت غير الناس عندي وكل شيء، وانا مو والهنا هنا، انا مو والهنا هنا، انا دنيا من الولا محتاجك بي، وانا مو تعبان هنا والله مو تعبان هنا، انا دنيا من التعب راحت بيدي، واني ناقص حب تاني اجرح منه وعاني، واني ناقص حب تاني اجرح منه وعاني، الله يرضى لي عليك. فاقول لك ايه، والله انت هتخليني اعيط. يعني أغنية للفنان عبدالله الرويشد، يعني أنت غنيتها بإحساس قوي جدا جدا. أنت بتحب الخليجي ولا أنت الأغاني دي يعني هواية كده أن أنت تغنيها، ولا أنت حد قالك لازم تغني خليجي عشان تبقى متميز في كل أنواع الغنى؟ هو أولا المطرب لازم يغني كل حاجة يعني ويسمع كل حاجة، بس أنا بحب الخليجي، بحب أسمع الخليجي والمطربين الخليجة يعني دي مش هواية بس. انا مش عايزه افوت لحظه ونقعد نتكلم في اي كلام، انا عايزه ابسط بصوتك. انت ممكن تغني لي ايه تاني؟ انا عايزك تغني لي حاجه النهارده لتامر حسني. تمام. نغني ايه مع بعض لتامر حسني؟ وانت بعيد. وانت بعيد. طب يلا بينا نغني وانت بعيد. وانت بعيد، وانت بعيد، قلبي توجع وتعبت منه، عدى اللي ضاع بعدين وداع، وانا بين ايديك عوضني عنه، اوعى تاني في يوم تروح صعب عيد نفس الالم، اوعى عشان انت بالنسبة لي روح، وانت بعيد، وانت بعيد، قلبي توجع
وتعبت منه ودان بعد الوداع وانا بين ايديك اوضي عنه. ما شاء الله عليك صوتك يجنن يعني ويبهر. سليم كنت عايزه اقول لك بتحب الحاجات القديمه يعني الاغاني القديمه بقى قوي ليك فيها ولا ممكن نغني بقى حاجه بسيطه عشان نسمع كل الناس؟ تمام نغني. ممكن نسمع ايه مع بعض؟ ممكن نسمع اكدب عليك الورده. يلا بينا. اكدب عليك 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 واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى اكدب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختارني بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختارني بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختارني بر وانا ارسى عليه امال انا ايه قول لي انت انا ايه واختار لي بر وانا ارسى عليه انت حبيب يعني لسه حبيب ولا حبيبي عشان كنت حبيبي انت حبيب يعني لسه حبيب ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي. انا عايزه الناس اللي في الاستوديو كلها تسقف لك ما شاء الله عليك يا حبيبي. طيب انا عايزه اسالك بقى على حاجه تاني عشان نريح كده صوتنا ونبتدي نغني تاني. انت التحقت بالكورال اللي في المدرسه او الاوبرا ازاي؟ انت رحت من نفسك اللي قلت مثلا وانت عندك 8 سنين قلت لمامتك والتحقت بالكورال ده اللي هو بتاع الاوبرا ولا انت عملت ايه الخطوات التانيه ان انت كمان التحقت بكورال المدرسه؟ الخطوات اللي انا عملتها يعني عادي جدا رحت وقدمت في الاوبرا هم سمعوا صوتي عملوا لي تيست كده بسيط بعد كده خلاص اتقبلت في الاوبرا وبقيت من كورال بس. وفي المدرسه؟ في المدرسه يعني كنت بغني اولا في الاذاعه وانا صغير فسمعتني ميس الموسيقى فودتني الحفلات في المدرسه بس. في اصحابك بقى وانت قاعد مع اصحابك كده في الفصل اكيد طبعا عارفينك غني لنا ده اكيد صح؟ كل شويه كده واكيد المدرسين كمان بيعملوا معاك كده اكيد. طيب انت ليك في الاغاني الشعبي يعني في دلوقتي ظاهره انتشرت ان في ناس كتير قوي بتحب الطرب بس برضو بتميل للون الشعبي اللون الحلو اللي احنا محمد عدويه واحمد شيبه والناس الحلوه اللي صوتها فعلا حلو. انت ليك بقى في السكه الشعبي دي ولا؟ ليا طبعا. طب يلا نغني مع بعض. هتسمعنا ايه؟ هغني حاجه لاحمد شيبه يعلم ربنا. يعلم ربنا ما جيتش مره زعلت حد بعمل مش انا لو جه في مره ظلمني حد لا كلام هينفع ولا الندم اصبحي فيه الزام حدود لو صعد نسر السعيد لا كلام هينفع ولا الندم اصبح يفيد الزام حدود لو صعد نسر السعيد الف شكر للظروف والايام خلتنا شوف يما هفتح الدفات مش هخلي لحد خاطر واللي عنده حساب يجيب واللي وقت الشدة سابني يما يقعد ويحاسبني حقي هاخده مش هسيبه الأيام بتروح وتيجي واللي عاوز بكرة يجيب
مش هيلاقي غير ما فيش واللي ناسى عمايله فيا عندي لي مفاجأة وهدية والجميل ما بيتنسيش. حبيبي ربنا يحفظك ويحميك وتبقى من أكبر المطربين، وهتصور معاك بعد الفقرة عشان لما تبقى نجم كبير هقول أنا صورت معاك. بنشكر سليم هشام سليم، إن شاء الله يا حبيبي ربنا يوفقك. إحنا اتكلمنا كتير وغنينا وسمعنا وطبعا أكيد جوعنا. بعد الفاصل فقرة المطبخ مع عرند وعمر، معاهم البلوجر مروة حسن، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني احلى ناس في العالم في احلى فقره في العالم، وكمان معايا النهارده احلى ضيفه في العالم، هي صديقتي البلوجر المشهوره جدا الجميله جدا مروه حسن. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ الاخبار يا رنا؟ مروه منورانا. انا مش هكلمك والله أنا ابدا. ده عملت فيك ايه هنا؟ ابدا. احكي لها. خلاص احنا مع بعض لو سمحتي يا عمرو دلوقتي. انت عامل لنا اكل بس انا جعانين. احنا جعانين دلوقتي. صاحبتي انا. انا مامي زيها وانت مش بابي. احنا امهات، فخلينا الامهات خليهم لوحدهم دلوقتي. انا مش مامي. لا اكيد انا مش مامي. يعني كده مبسوطين بوجودك. انا كمان اكتر والله. طبعا اهلا وسهلا فيكي، وانبسطت انه كمان البست فريند تبعتك اردنيه. واثنين على البطل. أنا وجهة لتحية عليها كده كده. أنا وجهة لتحية كتير كبيرة. سعيدين بوجودك معنا في هو وهنا. هنتكلم بكل حاجة إلا الطبخ. لا بمزح. إلا الطبخ. مفيش أكل. لما لا أنا أسف النسكافيه وجيت على طول على هنا، فأنا هاكل يعني هاكل. يعني هي جاية مجوعة نفسها عشان تاكل الأكل بتاعي. أخيرا يا مرة شفتك. أخيرا بجد. أنا مش كده بقول لك أنا جاي عامل حسابي إن أنا جاية لك. طيب أنا طبعا هنتكلم مع مروة كتير النهاردة، وهنتكلم عن إن هي مبروك طبعا جالك بيبي جديد، ربنا يخليه لك. وهندخل في القصص دي كلها، بس عايز أقول لكم النهاردة هنعمل إيه في الفقرة دي. هنعمل مكرونة مبكبكة. الشتاء ابتدى يجي وابتدينا نقشعر كده جسمنا، ابتدينا نطلع الدفايات، البطاطين اللي على الليفينج روم. والنهارده هعمل مكرونه مبكبكه باللحمه المفرومه. كمان وصفه اقتصاديه جدا، عشان ايه لو الاسعار غليت ولا بتاع نلحق نفسنا باللي موجود في البيت. وكمان هعمل جنبها سحلب عشان يدفينا، عشان كمان معانا نفسه بالظبط. لسه جايبه بيبي. يعني صراحه انا كتير انسي كل شيء، انسي انه انت هيك شخص مشهور ومحبوب والناس بتتابعك كمان حتى للمحتوى اللي انت بتعمليه. بس انا كثير حابه فيكي جزء الامومه. انا اوريدي ناسيه الحاجات التانيه، وانا ام بس دلوقتي. ام بس مش مركزه مع اي حاجه بالعالم. اظني هذا اكبر انجاز ممكن اي ست توصله بصراحه. اكيد. يعني انت ايش اسم الله عندك؟ يوسف وعمر. يوسف وعمر. قديش عمرهم؟ سنتين ونص وعشر شهور، يعني فرق بينهم سنتين الا شهرين. الله يخلي لك اياهم يعني. والاكل اليوم رح يغذيكي. عمر طبخ مهل قوي قوي قوي. انت علمني الاكل بقى عشان ايه؟ يعني احنا بنتكلم في القصه دي. دي سنه زيرو مطبخ، يعني دي اقل حاجه ممكن. ما انا عايزه السنه الزيرو دي. يلا علمنا. انت في مره هتيجي تطبخي انت؟ ماشي اوكي، بس لما تعلمني الاول هاجي عشان اكون عارفه انا هاجي اعمل ايه بالظبط عشان ما تفضحش. طيب انا هقول لكم دلوقتي مكونات المكرونه المبكبكه وابدا فيها عبال ما نقعد كمان نتكلم احنا الثلاثه. عباره عن ايه مكرونه مبكبكه باللحمه المفرومه؟ اكيد لحمه مفرومه، مكرونه مقصوصه او اي شكل مكرونه عندكم، زيت زيتون وزبده، طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات، صلصه، عصير طماطم وبصل وثوم مفروم وفلفل اخضر حراق، وده زودوا منه شويه عشان في الشتاء بيبقى خطير. بقدونس مفروم للتزيين وكمان للوصفه، مرقه فراخ، جنزبيل بودره، بابريكا وملح وفلفل. سهله يعني ولا اسهل؟ اسكى اكله بالعالم ولا احلى؟ هي اكله اساسا في الاصل الليبيه، وكمان بيعملوها عندنا هنا هو اهلنا في سيوة. اكلتي المكبكه قبل كده؟ ما تهزريش والله. انا بسمع اسمها بس اول ما دوتهاش ولا مره. دي وصفه الشتاء الرسميه. خلاص اوكي. وانا مرات بحب مع سمك اكلها. مع سمك؟ مع سيفو. بجد؟ بجد. بتسموها مع حوت وكالاماري؟ لا الحوت لا، احنا بنحكي سمك. بس قصدي في ليبيا وتونس والمغرب والجزائر. الحوت بيحكوا بشكل عام عن السمك يعني. ايوه صح. ما شاء الله. يلا وانت حوتة بالسوشيال ميديا. انت فعلا حوتة بالسوشيال ميديا ما شاء الله. يعني عندك حوالي اكثر من لا عندك اكثر من 2 مليون متابع ما شاء الله. الله اللهم زد وبارك. اكيد يا مروه. يعني اول شيء احكي لنا من امتى انت بلشتي؟ يعني انا سمعت غشيت هذا السؤال، سمعت الحديث بينك وبين عمر. انتوا اكبر من مين؟ انت طبعا اصغر وحده فينا، وانا الحقه عندكم هنا. الحقه. فخبرينا من امتى بلشتي مروه؟ لا
بدات من زمان قوي، بدات تقريبا مع عمري يعني من اكتر 10 سنين او 11 سنه كنت ثانويه عامه، فمن لا من زمان بدات من زمان يعني. فبس كنت لما بدات كان الموضوع ما كانش لسه فيه يعني انستغرام اصلا، ما كانش فيه انفلونسرز اصلا ولا بلوجرز، يعني لما كنت بقول لحد انا بلوجر كان يقول يعني ايه بلوجر يعني ايه بلوجر. فكنت بسيرش على النت من بره بقى، كان في بلوجرز بس في الجي سي سي طبعا السعوديه بقى دبي الكويت كده، فكنت يعتبر انا من اوائل الناس في مصر. فعملت بقى انستغرام، بقى عملت بقى اكونت على انستغرام، كان لسه ابلكيشن جديد ما كانش حد عارفه، هو اكتر سايت شغال طبعا ان ما كانش حد، كان انستغرام لسه جديد فما كانش كله اصلا عنده انستغرام. انا خليت ناس كتير تنزله لما قلت لهم في انستغرام، اتاخرت في الانستغرام فضلت على الفيسبوك. ما انت قلت لي على الفيسبوك اكتر، لا انا بدات بقى فيسبوك وانستغرام بس كنت اكتف على انستغرام اكتر. فلما بدات في الاول يعني ان انا بقى ايه يعني بحب اللبس وبحب انزل انا اشتري انا القماش وانا افصل، لانه كنت عايزه شويه اكون مختلفه، كان انا يعني محجبه مش عايزه البس لبس عادي. فكنت بنزل اجيب انا القماش وبفصل، فكنت وانا طول ما انا في الجامعه البنات تسالني انت السكيرت دي جايباها منين والدرس ده منين، فحتى من كتر يقولوني هم اللي طلعوا في دماغي ان انا اعمل براند، تدوني عندك انا اعمل براند حاجات مودست المحجبات سويت بقى ودراسه. هذا الشيء شجع كثير من البنات انهم يتحجبوا. مروه يعني جزاك الله خير زي ما بقول، انا عايزه اقول لك ان يعني الحمد لله الحمد لله في كثير فعلا اتحجبوا بسببي، وكان يعني بعد ربنا طبعا. في واحده كمان اتحجبت لان كانت اسمها اسراء، جات لي اتحجبت ومامتها مش محجبه، ان هي جات لي حتى اتحجبت ونزلت من عندي بالطرحه، هي دخلت البيت نزلت عندي بالحجاب صح، وحتى بعدها بتكلمني تقولي انا ماما بتقول لي ان انا بشجعها دلوقتي تتحجب. ما احلى هذا انا لما بدات من سنين، هذا إشي جميل انه الواحد يكون عنده هالقد تاثير ايجابي كمان على الاشخاص اللي حواليه. وهلا عامر رفع لي ايده يعني بده ايوه عم رفع ايده عايز يقول حاجه دلوقتي عشان لا انا لما ارفع ايدي عايز اقول حاجه عشان الناس شايفه على الشاشه حاجه أوكي. فلازم نترجمها صوت. بابريكا حطيت وجنزبيل، طبعا اللحمه اول ما بننزلها ما بنحرقهاش، ده اول درس ان احنا بننزل اللحمه على نار عاليه جدا ما نقلبش. اوكي انا بقول لك احنا بننزلها ونقلب ده اللي عارفينه، لو قلبت هتعملي شوربه لحمه. ليه بقى؟ لان هتبردي الحله وهينزل الميه بتاعه اللحمه. في شيفات كتير في التلفزيون بيقولوا نزلوا الميه بتاعه اللحمه وخليها تستوي في ميتها، دي حاجه مقرفه جدا وغلط جدا في اصول الطبخ وتعليم الطبخ. بتطول اللحمه لتستوي، بتطول اللحمه لتستوي، بتطول ان هي تستوي ما تستويش، وكمان ما بيديهاش لون حلو، بتقول مش تبقى صحيه. فانا مركزه قوي على الحاجات الصحيه دلوقتي عشان الاطفال طبعا، اي حاجه صحيه هتلاقيني مركزه معاها. طب يعني هلا بما انه عم نحكي على الاكل الصحي وانه والامومه كمان، هلا حطينا قصه السوشيال ميديا شوي على جنب، حتى بأكلك مع أولادك يعني أنا عم بلاحظ حتى بالكونتنت بتصوري هيك فيديوز لأولادك، بتنزلي زي تبس معينة ممكن من تجربتك الخاصة كمان للنيو ماميز تحديدا، فأحكي لنا هل أنت الأمهات الجداد هل أنت شكرا على الترجمة لا أنا دايما أنيسة أنا مستنية أسمع هتسألني تقولي هل أنت بعد ما صرتي أم وجميلة جدا طبعا، هل صرتي تهتمي بطريقة أكلك وطبيعة أكلك عشان أكيد ترجع على أولادك سواء كان برضاعة؟ وهذا الإشي جدا جميل اللي أنت عم تعمليه، برافو عليك يا مروة. أنا بصي هكون صريحة معك، أنا مركزة في الخضار والفاكهة لأن أنا يعني أنا في بيت عيلة، فحبيبتي مش مدياني فرصة إن أنا أطبخ، فهي بتطبخ هي بصراحة، وهي في الأكل هي مركزة قوي يعني، هي بقى ولا زيت قوي ولا سمنة، فهي بتعمل أصلا أكل هيلثي وحتى الملح مش كتير، فأنا بتبقى الأكلها سواء للكبار أو للصغيرين أوكي، فدي حاجة مطمناني إن هي ماشية معايا ومع عيالي 100 100. برافو عليكي والله. طيب أنا هحط إيه دلوقتي؟ أحط البصل، أنا سويت اللحمة لحد ما اتغير لونها، أحط البصل والثوم والفلفل الحراق. تحبي الفلفل الحراق؟ طبعا. وأنتي؟ أنا بموت بفلفل. قال لي يعني أنا مش عارف. لا أنا بعشق دي سفاحة حراق. أنا إذا الأكل مش حر ما بعرفش آكل. أنا كمان بس يعني ما بقتش عارفة آكل عشان كل ما باجي آكل حاجة بيمسكوها معايا. يا حبايبي طبعا. طبعا دلوقتي طب احكي لي عن إزاي حياتك اتغيرت لما جبتي بيبيز، يعني أنا كنت شايف مروة زمان على السوشيال ميديا غير مروة دلوقتي تماما. خالص. هو اللي حصل؟ اتغيرت واتحولت، في فرق شايفة أنا اتغيرت خالص. إيه بقى التغير؟ إيه اللي حصل من مروة القديمة لمروة دلوقتي؟ زمان بقى كنت فاشن بلوجر، فكان كل تركيزي بقى مع الفاشن، على اللبس وكده وألوان وأتصور وحركات. طبعا دلوقتي أنا بعدت تماما عن الفاشن خلاص. لا ما شاء الله لساعتك ستايلست. يعني أول ما دخلت قلت لها حلوة قوي اللون ده عليكي لذيذ جدا. وكمان الفكرة أنا عارفة اللي بيعجبني إيه يا مروة؟ إن أنت مش بتلبسي حاجات مترقعة عشان تبقي بتلبسي حجاب. لا أنت لابسة حاجة كلها
هو التوب كله بكمامه وبحاجته يعني، هو معمول لواحده محجبه فشكلك شيك من بره كده، مش لابسه مليون حاجه فوق بعض. ما بعرفش البس حاجات كتير بصراحه، فده اللي بيعجبني كده. حتى كنت بفصل عشان كده، ما كنتش بلاقي حاجات محجبات لازم عشان محجبه البس، اشتري عادي لبس من بره. هفضل بقى احط حاجات على حاجات و50 الف لير بقى، وحاجه طويله وحاجه قصيره، لكن عشان كده ده اللي كان بيخليني كمان افصل. بالظبط. حياتي بقى مش اتغيرت، هي اتحولت بمعنى الكلمه. كنت طبعا مركزه اكتر خلاص، كنت قبل ما اتجوز فاضيه طبعا، فمركزه بس في الفاشن، وان انا بقى البس وميك اب واتصور واروح واجي وكده. وانا شايفه من ان انا ام اوفر يعني. انا ما كنتش عارف ان انا طبعا هبقى كده يعني، لما اتجوزت لقيت نفسي ان انا زوجه كمان اوفر يعني، عايزه اركز قوي مع بيتي وجوزي قوي. هذا شيء حلو كتير صراحه. قوي يعني، انا مش بتهتمي بالتفاصيل قوي، بهتم قوي بالتفاصيل. فاللي هو ايه، مش شايفه انت عايز تاكل ايه، انت عندك او سي دي؟ طبعا حماتي بتعمل اكل. ايه عندك او سي دي؟ عندك هوس بالتنظيم؟ مع الاطفال مستحيل، مع الاطفال مستحيل، بس مع الاطفال عم تزبط معاكي الاو سي دي انه يكون كل شيء مرتب ومنظم؟ حاجه مش تصدقيها. فانا جايه على نفسي قوي يعني، انا ما بنامش يعني، انا ما بنامش خالص خالص بمعنى الكلمه. طبعا الصغير بريست فيدنج، فانا طول الليل بريست فيدنج، وطول النهار ببقى عايزه بقى ابالانس يوسف وعمر. فده طول الليل مثلا معايا. طب في الرضاعة. لما بصحى بالظبط الرضاعه بالليل طول الليل. فلما بصحى بقى ببقى عايزه اقعد مع يوسف العب معاه يعني، عايزاه يحس بقى بوجودي، فبقعد انا باجي على نفسي. هذا غلط قوي يعني، هذا جدا سيء. انا عم بحكي لك عن تجربه شخصيه، انت لازم تاخذي وقت لك عشان تقدري تعطي يعني. ممكن شوي معلش مع فرق السن ابو 20 سنه اللي بناتنا، بس فعليا انه لازم الوحده تدير بالها حالها، تاخذ وقت عشان تقدر تعطي. انا نفسي اعمل كده، بس انا يعني شخصيتي صعبه شويه في الموضوع ده. انا اتفاجئت بنفسي طبعا، ما كنتش عارف ان انا هبقى كده لما اتجوز واخلف لوحدي ازاي. بس انا لا اوفر قوي في الموضوع ده، وحتى كمان لدرجه ان انا يعني كله بيتخانق معايا ان انا ابالانس شويه بين ولادي وشغلي، لان انا شغلي مش هقول لك مركزه فيه ولا حتى يعني اي حاجه، لا انا ركنته خالص على جنب، مركزه توتالي مع ولادي وجوزي والبيت. هو بصي في السن ده طبعا يعني انت عملتي الصح، هم صغيرين فبحس ان هم يعني لازم ياخدوا الحنان الكافي وياخدوا الاهتمام الكافي كمان. طيب انا هقول لكم عملت ايه بسرعه وهنكمل كلامنا عادي عشان الناس شايفين حاجات بتتعمل ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. نزلنا زبده بعد ايه؟ جوعتني يا رب. أيوة. هتدوقيها بجد. نزلنا زبده ونزلنا صلصه وقعدنا ان احنا نقلب اللحمه معاها، وكمان هقلب المكرونه شويه تتحمر، وده هيساعدنا ان هي يبقى ليها ملمس مختلف وكمان هتستوي اسرع. اوكي. والحله الوصفه دي كلها معموله في حله واحده، يعني انت مش هتغسلي مواعين. أيوة. هي حله واحده هتخلص في بالظبط في 10 دقائق. ماشي. شوحنا اللحمه وكمان عملنا المكرونه، عملنا لها تشويح وهنزل عليها صلصه كلها طماطم. دي طماطم حقيقيه. أوكي. اللب بتاع الطماطم نفسه بالعصير بتاعها، وهنزل معاها شويه مرقه فراخ او اي مرقه لحمه فراخ خضار او خضار، وكمان معاها شويه عصير طماطم وبس كده. ليه بقى بحط مرقه وعصير طماطم مش ميه؟ عشان تبقى ايه طعمها قوي. لو ميه هتميميها قوي. ميميها هتميميها. ايوه. طيب يا مي مي يا مي. هنزود كمان شويه مرقه وشويه بقدونس ونسيبها تعمل ايه؟ تتعذب. طبعا عامر حلمي بيعذب الحاجات الحلوه وبيرقص الحاجات الحلوه. ايوه بالظبط. بس بنقول لك طيب هلا اوكي، جينا على حته الاولاد. الاولاد فاهمين انه مامتهم بلوجر مشهوره وكده يعني، خلينا نحكي على ابنك الكبير اكثر. اكيد الصغير اكيد. عارف يعني هو كل ما يشوف، كل ما يمسك اي موبايل يقول لي مامي صوره صوره، مامي صوره. يا حبيبي يا حبيبي. يعني هو لسه صغنون فهو ده اللي عارفه، مامي صوره مامي صوره، مامي هابي مامي سمايل. اقول له ماشي يا حبيبي سمايل، لازم يشوفني على طول صوري كلها بضحك بقى. ان شاء الله دائما حلوه ضحكتك، ان شاء الله دائما تضلها مرافقه وجهك. طيب بدي اسالك، هل مثلا بعد ما صرتي برضه مامي، بتعرفي قبل كانوا يستشيروا لك بالحجاب وبال من وين بتجيبي الاوعيه، هل بيستشيروكي بالامومه؟ هو دلوقتي بالامومه بس. اوكي. لان هم شايفيني ام قوي اوفر وبس، مش بيشوفوني غير بس مع ولادي. أوكي. وبتكلم على حاجات كلها ريليتد بالاطفال والامومه، وبيشوفوا على طول صور ولادي واللي انا بعمله معاهم وفيديوز وكل الكلام ده. عم بطلع دلوقتي الصور بتاعتك. انت مشهوره بالفساتين دي كمان. الستايل ده مروه حسن قوي، اقول مش بس يعني شويه كنت شويه الدراسز بس، عشان طبعا دلوقتي بدور على حاجات بس ريدي تو وير وحاجات كاجوال وحاجات. اعرف انزل انا ام دلوقتي. تركضي بقى بكفي تركضي ورا ابنك بهالعمر هذا. بالظبط. ما انا بقى مش هقعد بقى اجري بقى بالدرس والهيلز وخلاص بقى، اي بنطلون واي سنيكرز اي حاجه بقى موجوده في البيت هنقضي بيها. انا كمان صور العيلة كاملة، الله يخلي لك اكيد كمان زوجك واولادك، هذا جدا شيء مهم. وبتلاقي الدعم من زوجك مرمى؟ بصراحة
هلا هو عرفك انه اتزوجته تقليدي ولا عن طريق برضه السوشيال ميديا شافك وحبك وي. يلا قولي لي يا عمرو. قولي يا عمرو. قولي لي يعني انا مصطفى عرفته هو اخوه صاحب اخويا. احنا عرفنا بعض كده، احنا حضرنا الفرح على السوشيال ميديا كلنا. عرفنا بعض، فيعني احنا اتشدينا لبعض ان هو مصطفى غير كل الشباب اللي شفتهم وعرفتهم في حياتي. بجد يعني هو من صغره هما بقى كمان لما مامته وبابا يحكوا لي وقت تقيل كده وهادي وهادي، فشدني اللي هو حسيته مش شاب زي الشباب اللي هما بقى ايه صايع. اللي هو بقى ايه بالظبط مش صايع. بس ده اللي عرفته من المصري صايع. لا حسيته تقيل ورزين قوي. وهو ستيل لحد دلوقتي من اول ما عرفته لحد دلوقتي هو ما اتغيرش خالص هذا جدا. فهو ده اللي شدني ليه، حسيته مختلف، حسيت ان هو ده الشخصيه اللي هو ايه شداني وحسني هتنفع معايا. حتى هو بالعكس هو خلاني انا اهدى اكتر، يعني كنت اشقى من كده وكنت اكتب اكتر من كده، هو خلاني اهدى، يعني هو خلاني اهدى بكتير من الاول كمان. بس هداوه حلوه يعني. انا مش بدون ما مصطفى كمان انفلونسر صح؟ لا مصطفى مهندس. مهندس مدني. تعالى يعني انا كنت بتخانق معاه عشان يعمل اكونت ويفتحه، بس يقول لي افتحه اعمل بيه ايه؟ افتحه انت، ايه مشكلتك؟ افتحه. انا كنت بنتخانق مع بعض عشان الموضوع ده. يعني هو مش راضي ابدا يعمل. لا يعني هو بيقول لي مش انا مش مرة على السوشيال ميديا خالص، يعني يقول لي مروه بس انا اخر اتصور معاكي صوره وخلاص، انت نزلي تنزلي، وهو ينزل اخره صوره كل شهر مره كده. لكن هو مركز في هم رجاله غير صراحه. بس مش كلهم والله، يعني انا حسب المهنه. السوشيال ميديا مش حسب المهنه يعني ما شاء الله مثلا عمر عنده هاي الكاريزما، وواحد انسي انا جد بحب هو بيتوتر لو شاف فيديو مصطفى، لو فتحت الكاميرا فيديو يتوتر. في ناس عندهم رهبه الكاميرا يعني. لا مش بتاع الحاجات دي خالص. طيب وايش هلا هيك ناويه تعملي؟ حضلك مستمره لعب مع اولادك يكبر وبعدين تركزي على شيء ثاني؟ يعني بالوقت الحالي مكرسه كل حياتك ووقتك وجهدك باولادك. هي فول تايم جوب ام. بالظبط بصراحه. طيب بص انا اوفر قوي كأم اوفر. طب احذري مين معانا على الخط هلا؟ احذري مين يا مروه؟ مساء الهلو يا مصطفى. هلو. اهلا مروه. طيب اهلا اهلا، كيف حالك؟ سمعت شو مروه عم تحكي؟ يعني شرفتنا في هو وهن، كثير مبسوطين لوجودك معنا اكيد، بالذات بوجود زوجتك الكتكوت الاموره مروه ام العيال. طبعا شرف ليا كثير والله، ويمكن يعني اول مره في حياتي اعمل مداخله على التليفون يعني. ده احنا شرف لينا والله، وانت نورتنا حقيقه يا استاذ مصطفى. شكرا. ولازم تيجي بقى معاها في حلقه عشان نكسر الخوف ده تماما، ونقعد نتكلم بقى عن ايه ازاي انتوا تحولتوا من شباب صغيرين لاب وام. عايزين نسمع تجربه شباب صغيرين بالترانزيشن اللي حصل ده. انتوا كنتوا فرافيش وعايشين حياتكم عادي، فجاه بقى في طفلين، ربنا يخليهم لكم يا رب يا رب. يعني هو طبعا موضوع مسؤوليه كبيره جدا و مش سهل خالص، بس يعني الحمد لله. يعني هي بصراحة كانت أحسن سبب يعني حصل فيه. يعني مروة مصطفى، مروة كانت عم تحكي أنه من بعد معرفتك أنه أنت كتير هديتها وصارت أروق من قبل، وهي كمان كتير خلينا مخلصة لبيتها ولزوجها ولولادها أكيد. شو رأيك بمروة الأم بعيدا عن السوشيال ميديا والشهرة اللي موجودة فيها مروة؟ لا طبعا مروة ما شاء الله يعني مركزة جدا مع يوسف وعمر، يعني غير ما يعني أغلب الأمهات حاليا يعني. يعني مش عايز أدخل في الموضوع ده، بس هي يعني مركزة جدا مع يوسف وعمر ما شاء الله يعني، وقادرة يعني تضغط على نفسها كتير عشان خاطرهم يعني. يعني الله يخليكم لبعض اكيد. انت لو تشوف الخجل، لو تشوف الخجل اللي عم بتعيط. هي بتعيط اساسا. لا طب قولي له بحبك يا مصطفى. هي خلاص اتكسفت. يعني اسالها ليش بتعيط يا مصطفى؟ عم بتعيط قاعده مروه، ليه عم تبكي مروه؟ يعني لا هو بس ان انا جاي على نفسي فعلا عشان خاطرهم بس. يعني الله يقويكي، بكفي دعم مصطفى لإلك. أكيد طبعا أكيد. الله يخليكم لبعض. يعني مصطفى أكيد أنت زوج فخور وأب كمان فخور بولادك، وزي ما إحنا كمان فخورين بمروة والمحتوى الجميل اللطيف اللي ما منخاف على أولادنا حتى أنهم يشوفوا اللي بتقدمه مروة. الله يخليكم لبعض، وعايزين نشوف صور بقى أكتر ليك على السوشيال ميديا وفيديوهات مع مروة. ما تخجلش أبدا يعني مروة يا جماعة.
مدمعه على الاخر مش فاهمين كلوز اب كده عليها. حاسس ان احنا منى الشاذلي قوي في نفسنا. انت عم تحكي حاجه. نورتني يا استاذ مصطفى، اتفضل كنت تقول ايه؟ بقول يعني ما شاء الله هي قدرت تنجح على المستوى الشخصي يعني، وعلى مستوى الفاميلي ما شاء الله يعني، وان شاء الله تكمل على خير باذن الله. ان شاء الله يا ربي، بنتمنى لكم اكيد كل النجاح والسعاده والحب والهنا اللي بالدنيا. كثير انبسطنا باتصالك اكيد مصطفى، ولينا مشاركات ثانيه كثير. ايوه مش هنسيبك، احنا هنكسر الموضوع ده عندك وهتطلع معنا في البرنامج، وعدنا يعني. محتاجين تريننج بس الاول كده ان شاء الله. نعم بقول محتاجين تريننج بس قبل ما هي تديك تريننج، هي السوشيال ميديا كلها اهي. نورتنا استاذ مصطفى حقيقي في برنامج هو والنار. الله معك. ايه مالك يعني؟ اقول لكم ايه شويه في الحاجات. طب شفتي اللي دي؟ تعالي نغير الموضوع عشان تفكي. شفتي المبكبكه اللي هنا دي؟ شكلها اصلا خطيره وريحتها رهيبه ومصلصل ومشطشط. تطبخيها لمصطفى هلا يعني؟ اكيد والله، وهصورها لك وانا بعملها هتشوف. ده تحدي خلاص. انا اهو بتحدى خلاص والله. اوكي بتحدى مروه حسن ان هي تعمل لي مبكبكه زي دي بالظبط في حله واحده وفي منتهى السهوله. يعني ما تقولش زي دي بالظبط، انا هحاول يعني. هي هتطلع بصي ما فيهاش حاجه، دي مكرونه محمره بالصلصه. خلاص اسهل حاجه في العالم، واللحمه المفرومه طبعا. طيب تعالي نعمل السحلب، بما انك بقى ايه محتاجه تتغذي الايام دي، فانا هعمل السحلب. بس اقول لكم الاول المكونات بتاعه السحلب قبل مروه تمسح دموعها. طيب مكونات السحلب هو طبعا الخلطه بتاعه السحلب اللي بنجيبها جاهزه، ولبن، ميه زهر، وميه، وفانيليا، قرفه، عسل، مكسرات، وبس كده. يعني انا كثير بحب السحلب. انا كمان. انا أوي. كمان. انت عندك قلت السحلب الباودر جاهز صح؟ ده احنا بنعمله كمان نفس الشيء، بيكون جاهز. مرات بنحط في مستكة بيعطي طعم هيك لذيذ. طبعا انا ما بحبش المستكة خالص. فعلا كتير بحبها والله. انا بحبها جدا. لا انا ماليش في المستكة خالص. انا عارف احنا في مصر عموما مش بنحب مية الزهر ولا المستكة. برافو عليك. الاثنين دول ما بنحبهمش احنا اساس، بس انا عشان مخلط فبحب الحاجات دي. يعني احنا اساس. هلا صار في طلبات طبعا، عم بيحكوا لي احجزي لي سحلب سحلب. أوكي. ايوه ايوه مش أيوة. حتلاقوا النهارده كل يسري ما رح تاكل. لا استاذ محمود كمان رئيس تحرير وصاني على كوبايه سحلب. طيب انا هعمل ايه؟ اول خطوه ان انا هنزل اللبن يسخن على النار، وهدوب معاه ده كفايه، وهدوب معاه السكر. سوري السكر ايه؟ العسل. انا بحب العسل جدا اكتر من السكر لانه افيه. وانا كمان. بالظبط. وهعمل ايه؟ هعمل حتى حركه ما بهوبش من ناحيه السكر. لو اي حاجه عايزها خد عسل ابيض. برافو. كله طبيعي لما ياكلوا اشياء هيلثي بيكبروا عليها. بالظبط. ما بصي احلى حاجه ان احنا نستعمل كل حاجه خلقها ربنا، بتبقى افيد 100 مره من الانسان تدخل فيها. بالذات ان المامز بقى ياخدوا بالهم فعلا، نقول لهم على حاجه زي كده للاطفال. صح. الاطفال كلهم. صح. ولينا احنا عسل السكر غلط، خلي الاطفال. بالظبط. انت عارفه كمان العسل يعني ما تديش بيبي صغنن قوي عسل. لا صغير خالص. لا انا بكلم يوسف. لكن الصغير ما ينفعش اصلا قبل سنه ان هو يهون ناحيته. بتقراي كتب الاشياء اللي طلعت عارفه كل حاجه لاولادك؟ بصراحه يعني جدا مهم. يعني في كتاب واحد هو اللي جبته قريت فيه، بس اكتر من الكتب طبعا بسيرش بقى على النت على طول. من وانا حامل كنت اسيرش، وانا حامل في الشهر الثاني والثالث والرابع اعمل ايه، وانا حامل في الشهر الثالث، وانا حامل في الشهر الرابع هعمل ايه. ولما البيبي جه بسيرش برده كل شهر، هو عنده شهر البيبي اتعامل معاه ازاي واعمل ايه بالظبط، وكميه الحليب قد ايه يشربها عشان ينام. بالظبط. وهو عنده شهرين وثلاثه واربعه لحد سنه. صح. وانا كنت لحد دلوقتي كتاب انجليزي. صح. ايه الكتاب انجليزي كبير هالقد؟ لا هو كتاب واحده مصريه اللي عملته. والله. هي يعني دكتور يعتبر يعني، وهي عاملاه حتى اسمه سوبر مام. شيماء تقريبا اللي عاملاه. شيماء جمال. اوكي صراحه جدا مهم الكتب. عايزه لونه بينك كده الكتاب. لا لونه اخضر. هو اسمه سوبر مام. اوكي اسمه سوبر مام. اوكي. فده بقعد اقرا الكتاب ده، بس انا بقعد اقرا في الكتاب ده واعيط بس. ليه؟ مكتوب فيه شكلك بتاثري بسرعه. انا ما كنتش والله كده، بس من ساعه ما بقى عندي يوسف وعمر وانا بقيت ايموشنال يعني فوق ما تتخيلوا. طبعا الأمومة بتطلع كل العواطف اللي عندنا. صراحة. عن جد هذا شيء مهم، وجدا مهم كمان انه الام تكون مثقفه، يعني تقرا. طبعاً. تقرا بالزبط. ما تاخذ مثلا بنصيحه فلانه. اوكي ممكن ترد على امها على حماتها، اوكي بقدر افهم، بس نفس الوقت كل واحد تجربته بالامومه مختلفه عن الثاني. بالزبط. دي يعني هل عانيتي انت من اكتئاب ما بعد الحمل؟ بصراحه. والله.
ايش كنت تحسي؟ هلا حذرتي المتابعين عندك من الاعراض اللي ممكن انا قلت لهم انا لان انا اكتئبت ساعه يوسف. اوكي كان اول حمل فطبعا طبعًا مش مركزه ولا اختلفت. حياتي اختلفت خالص لكن بعد كده لقيت ان انا يعني احنا اللي ممكن نكبر نفسنا ما نحطش نفسنا في تركيز ان احنا تعبانين. لا حاولي تخلي نفسك اللي هو خلاص اوكي دي بالظبط دي خلاص دي امور هتعدي طبيعي ان انت هتحملي فهتتعبي يعني. لكن اول كنت مركزه انا تعبانه مش قادره. لكن لما تحاولي تقنعي نفسك ان الامور دي كلها عاديه وهتعدي من الاخر كل حاجه هتعدي صح. فالموضوع بيبقى ابسط صح. فساعة عمر بصراحه ما اكتئبتش دايما الطفل عمر الاولاني ولا الثاني؟ لا يوسف الاولاني يوسف اول حمل فطبعا واول بقى وبيبي وكده فاكتئبت لان انا كنت حاسه لو انا مش عارفه اعمل حاجه في حياتي انا كنت حاجه وبقيت حاجه ثانيه خالص. كنت صاري تسكري باب البيت وتطلعي خلاص هلا في شنطه في اغراض لا انا دلوقتي انا بيجي لي بحكم شغلي بيجي لي سفريات وسفريات بتبقى يعني حكومه الدوله هي اللي مكلمني وكل حاجه بقى طبعا دبي كان لسه مكلمني كله سافر المهرجان التسوق اكيد بالظبط طبعا انا بروح مهرجان الاكل انت تروح مهرجان تروح مهرجان لا مثلا كلموني وكلموني وعايزين يطلعوني مش يطلعوني انا بس عايزين يطلعوني انا الفاميلي كلها انا ومصطفى والولاد بس انا نوي لا هسافر من غيرهم ولا هسافر بيهم بس هسافر بيهم مش عارف لا لسه صغيرين قوي لسه صغيرين ومصطفى قال لي خدي عمر وسيبي يوسف عشان عمر طبعا بريست فيدنج قلت له انت تتكلم ازاي مع ان كل اصحابي عادي يعني هم اجمد مني شويه عملوا كده اللي سابت مثلا بيبي وخدت الثاني اللي سابت التول بيبيز انا مسافر. ما بقدر انا ما اقدرش خالص انا قلت لهم والله سوري يعني ان شاء الله مره ثانيه بس اكبر شويه احكي لك شغله بس برافو عليكي برضو ان انت عندك يعني اسريه في الموضوع ده لان في ناس كتير جدا طبعا بتهتم اكتر بالشغل او بتبدي الشغل عن الاولاد ده غلط جدا. هقول لكم حاجه بسرعه وتكملوا انا اسف ان انا بعتكم خدت انتوا اتعودت عليك اتعودت انت مش هتكلم النهارده بصي الظلم طب انت كده سايبانا اتكلم واقول ايه اللي بيحصل طب لا احنا بصراحه مغطين عليه يا رنا ايوه انا مش فاهم ايه اللي بيحصل يا جماعه ايه اللي بيحصل ده دي فكرتي احنا عايزين نشوف السحلب بالظبط عايزين نشربه. بص احنا بنعمل ايه دلوقتي احنا سخنا اللبن وكمان معاه العسل وبضربه بالفراسر ده او اللي هو البتاع بتاع اللي بيطلع الرغوه ايوه القهوه بالظبط جدي لبن بتاع الصبح وبطلع منه الرغوه دي وقلبت السحلب مع شويه ميه وشويه لا فانيليا وشويه ميه زهر بس مش كتير عشان انت بتحبهوش خالص ايوه وبعد كده هشيل ده خالص عشان اشربه ما انا حطيت نقطه صغيره عشان بس هو في الوصفه وهنزل عليهم السحلب واسيبهم ان هم يتخانوا مع بعضيهم لا بيرقصوا هنزل عليه هيرقصوا طبعا هم هيتخانوا يرقصوا اوكي هنزل شويه كمان جوز هند بتحبيه ولا لا بحب جوز هند انت تمام مع الزبيب بحب جوز الهند مش جوز هند خدوا بالكم عشان اختلف طيب انت 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 بالظبط حكيت اللي بحكي دايما بس اقول جوز هند بقول ابويا احس ابويا انا اسمي هند حطيت من كل المكسرات وكمان جوز هند الى الورق ده وهسيبهم جوز الهند مش ابو رند مش ابو رند وهفضل اقلبه بالمضرب السلك ونقدر نرغي تاني عادي. طب مروه احكي لي ايه اكتر حاجه انت اتضريتي منها من السوشيال ميديا واكتر حاجه انت حاسه ان هي ربنا وهبك بيها طبعا حب الناس اكيد ودعم الناس ليكي اعتقد هي دي الحاجه بس ايه الحاجه اللي اتضريتي منها من السوشيال ميديا اتضريت منها يعني التركيز بقى اوفر بقى كان الاول ما كانش فيه كتير على الانستجرام فكان اللي على الانستجرام شويه ناس يعني فاهمين اللي بيحصل دلوقتي بقى عايزين هو يعملوا كومنتس على اي حاجه عايزين ينتقدوا وخلاص يستفزوكي عايزين ينتقدوا وخلاص صح. وبعد كده شافوا مثلا يعني في بلوجرز كتير كويسين في بلوجرز نص نص في بلوجرز مش قوي فكل واحد حسب المحتوى اللي بيقدمه طبعا فهم بقوا يعني مخلين ان بياخدوا كله العاطل يعني حتى البلوجر اللي ما بتعملش حاجه خالص وفي حالها زي انا كنت بلوجر كنت فاشن ما بعتبرش نفسي بلوجر دلوقتي يعني انا بقول ممكن لايف ستايل بلوجر ومامي اكتر لان انا بدات اوكي فاشن بلوجر بس خلاص انا خدت يعني وقتي اللي خدته كله عملت فيه كل حاجه تتعمل والحمد لله يعني ويعني لكل وقت للماكسيمم بتاعه الحمد لله خلاص فخلاص انا دلوقتي ما بحطش نفسي دلوقتي ان انا فاشن بلوجر مع البلوجرز يعني دول مثلا اغلبهم كلهم مثلا جداد بقى لهم سنتين ثلاثه اربعه ماكسيمم فخلاص انا خلصت الحاجات دي كلها فدلوقتي انا في مرحله ثانيه خالص فما بحبش اتحط في الحته دي يعني منهم مثلا ماما بتخانق معايا بسبب الموضوع ده كل شويه ماما عايزاني ارجع لشغلي عشان كانت فرحانه بيا طبعا وانا بقى طول الوقت اكتف وبقول لها يا ماما انا دلوقتي مش عارفه مش قادره يوسف وعمر مش قادره يعني مش تايم مانجمنت انا مش عايزه لا هقول لكم كمان الفكره في ايه يعني ممكن حاجه تستغربوها انا عندي الاوبشن
ان انا اسيب ولادي واخرج واسافر واعمل كل حاجه. بس انت اخترتي. لا انا اللي مختاره. يعني انا عندي مامتي واختي مثلا وعندي حماتي وعندي الميد. انا كده ما بسيبش عيالي مع الميد لوحدهم بصراحه، ما اقدرش. ولا انا بسيبهم مع الميد مع حماتي او بسيبهم مع الميد عند ماما يا اما قدامي، لكن ما بعرفش اسيب عيالي. بضل قلبك يغلي زي النار بيكون بالظبط. اذا كان بسيبهم مع ماما وحماتي ببقى عايزه ارجع لهم، فتخيلوا يعني صعب. شوفي كل دور كل انا عندي الاوبشنز. فكله بيقول لي طب انت ليه ما تسيبي ولادك وانزلي؟ اقول لهم انا ما اعرفش. شوفي كل مرحله من مراحل حياتنا لها حلاوتها. ونجحتي كبلوجر والحمد لله ناجحه. ماما خلاص انا عملت كل حاجه تتعمل عملتها وان شاء الله راح يكبر ويصير لك وقت ثاني لحالك. فخليني انا ماما في مرحله ثانيه دلوقتي عشان هي بتقولي ده انت كنتي وانت كنت كده. ماما خلاص بس انا خلصت الحاجات دي دلوقتي. انا صرت احسن. كل الناس انا دلوقتي في مرحله مختلفه خالص. مرحله ان انا ام وعندي ولاد بيتعبوا بيبقوا عايزيني جنبهم بيبقوا عايزيني اهتم بيهم. الفتره الاولانيه بالذات دي ما ينفعش ان انا اقصر من ناحيتهم. هو لسه بيبيز يعني اتليست كمان شويه لما يعني يقفوا كده على لما يروحوا المدرسه بتصير بالوقت اللي هم بالمدرسه فيه لك هذا الوقت. اخرج وهروح واجي يبقى عندي وقت. لكن دلوقتي انا مش عارفه اسيبهم يعني هم بحاجتك اكتر. الشغل يتعوض كده كده عموما. ده كده كده انا بالنسبه لي عمري ما ببصش خالص على الشغل. يعني بقعد اقول كل حاجه ليها وقتها كل حاجه ليها وقتها. ده بالنسبه لي بصراحه. شوفي حلو انه عندك النضوج هذا. كثير في امهات بيكونوا مرات بتحكي وكمان مع سنها الصغير يعني ده يعني انا هم كبروني يا عمري غلط. لا شوفي انت ممكن انفتاحك وبردين ثقافتك وانك انت رحتي وسافرتي وجيتي هذا عمل كمان عندك نوع من انواع الوعي. صرتي توازني الامور تعرفي انه في اولويات بالدنيا. يعني مروة انا جدا جدا مبسوطه. اول شيء انا تعرفت عليك بشكل شخصي زي ما قلت لك انا بعرفك من قبل وانا بعمان قبل ما اني اكون بمصر. احنا زي بعض يعني مامي يعني الاطفال نفس الاعمار بالضبط. الله يخليهم يا ربي وبالعمر يصير هيك قبل ان شاء الله. فكرك عامل لك الحاجات الحلوه اللي بتعملها دي وتاكلهم صح وتشربهم صح وتركز معاهم. مصممين ان انا ابقى مامي من اول الفتره. لا احلى بابا ان شاء الله يا رب. تفتكري يا مروه هبقى اب كويس؟ اه بصراحه يعني انت كفايه ان انت هتهتم بيهم وبصحتهم باكلهم والحاجات دي كفايه والله. ورح يهتم بيهم من ناحيه نفسيه كمان بالظبط. يعني عامل دائما بجانب النفسي كثير بالنسبه له مهم لانه بيحكي انه اي شيء الطفل وهو صغير اذا صار معه اي نوع من انواع التروما بتكبر معه. دي حقيقه دي حقيقه بالظبط صح صح. راند ال 100 دولار دي طلع اشتغلت. شكرا اشتغلت. انا مبسوطه في ال 100 دولار بتاعتي عشان اشتغل انا كمان. طب انت قلتي حاجه انت ما قلتيش حاجه في حقي لحد دلوقتي. تخفى عليك انا لسه عماله اقول لك دلوقتي انت هتهتم بيهم وبصحتهم. دي بس ده لا مش 100 دولار دي 20 دولار اخر. اذا كوبايتين معاها مش معايا صح؟ واحده الي واحده لك. لا هو بس احنا بنحطهم هنا عشان يتصوروا جنب بعض وبعد كده طبعا هتاخديهم. هيك رح اكون حزام ايه رايك شكل لذيذ شكل خطير. وشفت القوام بتاعه خطير. كمان انا بقول لك انا مستنيه يتصوروا ويخلصوا. ايوه بجد يا مروه نورتيني وانت بعتيني ان احنا نطلع تاني مع بعض اكيد والله ونعمل أكيد. فقرات حلوه في المطبخ وكمان بره المطبخ. في عندنا فقرات فاشن وفي فقرات عاديه فهنستضيفك في كل المكان. خلاص لا اكيد طبعا والله اتشرف ليا عن جد. كثير انبسطنا بوجودك شرفتينا في هو وهن. ورح نكمل حديث واكل بس بعد ما نختم حلقتنا لليوم من هو وهن. اهلا وسهلا فيك كمان مرة مشاهدينا. بتمنى أنكم كنتوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم من هو هن. عامر المايك معك. أيوة. النهاردة كان معانا اللايف ستايل بلوجر أو المؤثرة على السوشيال ميديا مروة حسن الجميلة جدا اللي نورتنا. وكمان عملت لها النهاردة أكلة بتاعة بداية الشتاء اللي هي المبكبكة. الشتاء بيدخل بنحب نبكبك كده بشوية صلصة ومكرونة مشطشطة وكمان المشروب الرسمي لبداية الشتاء اللي هو السحلب. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم والأكل عجبكم اللقاء ده وطول الحلقة المشحونة دي كان فيه باد ماميز وحاجات كتير قوي. شوفوا حلقات هو وهن على قناة المحور. باي باي.